يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا صباح الخير عليك يا جمانة. صباح الخير والسعادة والرضا على ناس وأهل بلدنا في كل مكان، وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. في السنين الأخيرة العالم كله بيتجه للتوسع في إنتاج واستخدام الطاقة النظيفة، خصوصا مع الأحداث اللي حصلت الفترة الأخيرة ونتج عنها تقلبات شديدة في أسعار الطاقة العالمية، كمان أثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد الغذائية. ده غير طبعا الأزمة الكبيرة اللي بيعيشها شعوب ودول العالم بالتغير المناخي اللي بتفرض على دول العالم إنها تقلل من استخدامها للوقود الأحفوري، وتقلل كمان من انبعاثات الغاز اللي بتسبب في زيادة معدل الاحتباس الحراري. عشان كده في اهتمام دولي وإقليمي بمؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجيبت 2024، واللي شهد افتتاحه أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي في مركز المنارة في التجمع الخامس. هذا المؤتمر بيشهد أو بيشارك فيه 120 دولة، وبيناقش فكرة التحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات. والحقيقة أنه يمكن مصر كمان عندها تجربة مهمة جدا في موضوع الطاقة النظيفة ده تحديدا، وفي هذا الملف تحديدا، خصوصا أنه مصر بتعتبر من أعلى الدول العربية إنتاجاً للكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. محمد، ده حقيقة جمانة، فعلاً في خطة بيتم العمل عليها دلوقتي لزيادة حجم القدرات المولدة من الطاقة المتجددة والنظيفة بالشبكة القومية للكهرباء عام 2025. المستهدف أنه نصل إلى حوالي 15800 ميجا وات في سنة 2030، يكون الاعتماد بشكل كبير جدا على الطاقة النظيفة بنسبة تصل إلى 42%، وتنويع ما يعرف بمزيج الطاقة، وتحويل مصر لمركز إقليمي ودولي للطاقة. إحنا ماشيين في الاتجاه الصحيح، عندنا مشروعات كبيرة جدا وعملاقة، أي حد ممكن يشوف المشروعات دي بعينه. مزرعة الرياح مثلا بجبل الزيت، مساحة كبيرة جدا بتولد الطاقة فيها من خلال طاقة الرياح. كمان عندنا في الجنوب تحديدا في أسوان بنبان، ده أكبر مشروع للطاقة الشمسية والطاقة النظيفة في العالم، مجموعة كبيرة جدا من الألواح الشمسية اللي موجودة في بنبان، مشروع عظيم جدا يا جمال. صحيح، الحقيقة أنه بجانب مزرعة الزيت ومشروع بنبان في كمان فكرة مشروع طاقة الهيدروجين الأخضر، وبالمناسبة مصر عندها فرصة كبيرة جدا عشان تكون مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، خصوصا أن احنا عندنا بنية تحتية قوية جدا حاليا واستثمارات مهمة في هذا المجال تحديدا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومصر بتتحرك بخطوات متسارعة وثابتة لتوطين هذه التكنولوجيا تحديدا اللي بتمثل مستقبل الطاقة النظيفة في العالم كله. مرة تانية بنصبح على حضراتكم جميعا صباح الخير والسعادة، وصباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح مع حضراتكم على زميلتنا هالة الحملاوي، ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات، ونقول لها صباح الفل عليك يا هالة. صباح الفل يا محمد، صباح الفل يا جمانة، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا. هنبدأ طبعا بجولة مرورية الأول، وبعد كده ناخد جولة سريعة عن أحوال الطقس، وهنستعرض مع حضراتكم دلوقتي أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر.
وكالعادة بنبدأ من محافظة القاهرة وشارع رمسيس اللي بيشهد حاليا كثافات مرورية دلوقتي مكملة لحد شارع الجيش وصولا لميدان العباسية. نفضل ماشيين لغاية تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو كثافات بسيطة. عند كوبري الجلاء هنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة لغاية طريق العروبة، وعند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تقل وتختفي واحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفجري، كذلك الأمر أعلى كوبري المطارية القادم من الكابلات وكورنيش النيل اللي جاي من المظلات، في كثافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة لحد وسط البلد. تباطأت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس وللمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر، وكذلك الأمر بمنطقة الكورنيش في اتجاه المعادي أمام سبيرو وزارة الخارجية. هنروح مع بعض دلوقتي لمحافظة الجيزة، شارع الهرم بيشهد في حركة السيارات بطء وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدخور والطلبية. ظهرت كمان بعض الكثافات في منطقة مشعل، كثافات من شارع العشرين والحد الطلبية، وكمان كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. هتظهر بعض الأحجام المرورية بمطلع كوبري 15 مايو القادم من ميدان لبنان وجامعة الدول ومتجه للزمالك والقاهرة، ولذلك يفضل سلوك كوبري الجلاء. كذلك الأمر أيضا أعلى كوبري الجامعة القادم من الجيزة ومتجه للقاهرة. بيشهد محور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان كثافة مرورية، لذلك بننصح بسلوك محور رود الفرج. عند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة ظهرت بعض الكثافات المرتفعة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، وكذلك منزل محور صفت القادم من الدائري إلى جامعة القاهرة، وممكن طبعا استخدام محور أحمد عرابي. يشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي ولغاية ميدان الجلاء لتباطؤ في حركة السيارات. في بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه للطريق الصحراوي لغاية مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي لغاية حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. هنروح لمحافظة المنيا، في سيولة مرورية في عدد كبير من الطرق. لو مشينا على طريق الصحراوي الغربي من محافظة بني سويف لمحافظة المنيا هنلاقي ان في سيولة مرورية، وان طريق الشيخ فضل كمان في سيولة مرورية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطة. اما طريق المنيا مغاغة ففي بعض الكثافات البسيطة الغير مؤثرة اطلاقا، اما الطريق الصحراوي الشرقي ففي بعض الكثافات المرورية البسيطة. نكمل جولتنا مع حضراتكم دلوقتي ونروح لمحافظة الشرقية، طريق الزقازيق منيا القمح في سيولة مرورية، وطريق الزقازيق الإسماعيلية الزراعي في بعض الكثافات المرورية. أما الحالة داخل مدينة الزقازيق ففي بعض الكثافات المرورية البسيطة في طريق المحافظة والجامعة. كمان في سيولة مرورية عند موقف المنصورة ومدخل الطريق الجديد المتجه للمنصورة، طريق من العاشر من رمضان إلى مدينة الزقازيق ففي سيولة مرورية ما عدا بعض التكدسات عند مدخل مدينة الزقازيق. أما الطريق من العاشر للمتجه لمدينة العبور من خلال بلبيس ففي حالة من السيولة المرورية. ودلوقتي هنستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. والنهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. في النهاردة شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد. كمان في أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 21، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 24، وأقل درجة حرارة في كاترين 15 درجة. طبعاً هنتابع مع حضراتكم الطقس والتفصيل بس بعد شوية. نرحب بحضراتكم من جديد، وكعادتنا نبدأ دايماً معاكم فقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في المقدمة، بالأمس شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجيبس 2024، واللي بتقام فعالياته خلال الفترة من 19 21 فبراير تحت شعار تحفيز الطاقة وتأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع مهم جدا لمتابعة موقف مشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية.
أكد في رئيس الوزراء ضرورة أن يكون هناك كيان أو جهة تتولى إدارة هذه المشروعات بعد الانتهاء منها والحفاظ على أعمال التطوير اللي تمت فيها. تفاصيل وأخبار أكتر في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجيبس 2024، وتقام فعاليات المعرض خلال الفترة من 19 ل 21 فبراير تحت شعار تحفيز الطاقة، تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر إيجيبس 2024 موراي أوشين كلوس الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم، وأثنى الرئيس على النشاط المميز للشركة وحجم استثماراتها المتنامي في مصر ومشروعاتها الاستكشافية في قطاعي الغاز والبترول، واللي بتتسق مع جهود تحول مصر لمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكداً الأهمية اللي بتوليها الدولة لتيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص في هذا المجال. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر ديكرو، وتناول الاتصال العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وأيضاً علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي في ضوء تولي بلجيكا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع يناير الماضي، وتم تأكيد تطلع الجانبين لمواصلة توطيد التعاون المشترك في مختلف المجالات بالإضافة لتعزيز التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية. أيضاً تناول الاتصال الوضع في قطاع غزة، واستعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة على نحو مستدام وعاجل، كما ثمن الرئيس الموقف البلجيكي الداعم للتهدئة والرافض لاستمرار التصعيد الجاري. امبارح تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعزاء للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في وفاة المغفور له خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف والد الأميرة رجوى الحسين زوجة ولي العهد الأردني. وأعرب الرئيس عن خالص تعزيه ومواساته للعائلة وشعب الأردن الشقيق، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف مشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية، وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع ضرورة أن يكون هناك كيان أو جهة تتولى إدارة المشروعات الجاري تنفيذها والمقترحة في القاهرة التراثية بعد الانتهاء منها، وده بهدف الحفاظ على ما تم تنفيذه في هذا الإطار. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جهود توطين صناعة الطلمبات لتلبية احتياجات المشروعات التنموية والخدمية، وأكد مدبولي أن الحكومة تدعم بصورة قوية صناعة الطلمبات في مصر سواء من خلال الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، حيث أن لدينا احتياج فعلي ومستمر لهذه الطلمبات، لذلك يتم دعم أي خطوات لتصنيع الطلمبات في مصر خاصة التي تستخدم في مشروعات المياه والصرف الصحي. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات، والبداية من محافظة القليوبية اللي أعلنت مديرية العمل بالمحافظة فيها عن توفير 100 فرصة عمل في 7 شركات تابعة للقطاع الخاص. في المنيا تم توقيع الكشف على 1622 مريض في قافلة طبية وتوفير العلاج بالمجان. أما في الوادي الجديد فتم إطلاق حملة لمكافحة البعوض والحشرات بمدن وقرى المحافظة، أما في كفر الشيخ فتم تحصين 53,490 طائر ضد الأمراض الوبائية. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في القليوبية أعلنت مديرية العمل عن توافر 100 فرصة عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف النصف شهرية، وبيتم بدء التقديم في مكاتب العمل والمديرية والوزارة حتى اكتمال الأعداد المطلوبة، وتتوفر الوظائف في 7 شركات كبرى بالقليوبية بمرتبات تبدأ من 3500 جنيه. في المنيا أكدت مديرية الصحة تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية المطهرة الشرقية بمركز أبو قرقاس، وجرى توقيع الكشف الطبي على 1622 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، مع تحويل الحالات اللي بتحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.
في شمال سيناء شهدت المحافظة افتتاح معرض أهلا رمضان بالعريش، وده في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم وتوفير السلع اللازمة للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها في الأسواق بنسبة 30%. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الشؤون الصحية عن بدء تنفيذ حملة مكبرة لمكافحة الحشرات الطائرة بجهاز الضباب ومقاومة يرقات البعوض بالمصارف والبرك والمستنقعات ومقاومة الحشرات الزاحفة، وده للحفاظ على بيئة صحية آمنة للمواطنين. في كفر الشيخ أعلنت مديرية الطب البيطري عن تحصين 53,490 طائر ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، وده للحفاظ على المحافظة خالية من أي أمراض بين الطيور والدواجن. في سوهاج تسلمت المحافظة دفعة جديدة من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة مقدمة من وزارة التنمية المحلية بإجمالي 46,000 شجرة لزراعتها بالطرق الرئيسية والفرعية ومحيط المدارس والجامعات والمصالح الحكومية، بالإضافة لجوانب الترع اللي تم تبطينها، وده في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. في بني سويف أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع الخدمة عن قريتين بمركز إهناسيا وأخرى بمركز الفشن اليوم الثلاث لمدة 13 ساعة، وده لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه معصرة نعسان بمركز إهناسيا من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً. نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفئ على السواحل الشمالية. بالليل الصبح بدري الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، وفي النهاردة كمان أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفي فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يمكن بدأنا نلاحظ حالة من الاستقرار في الجو النهاردة، ويعني برضو في شبورة، وأعتقد أن ده يعني الشبورة زي ما حضرتك قلت لنا دي دايما بتيجي مع حالة الاستقرار الجوي، فطمنينا على أخبار الطقس النهاردة. بالفعل الأحوال الجوية تحسنت بشكل كبير عن الأيام الماضية، أصبح في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وده بيؤدي أن قيم درجات الحرارة بتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لثلاث درجات. احنا اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى توصل ل 21 درجة مئوية خلال فترة النهار، ويمكن أغلب محافظات الجمهورية فيها تحسن كافة الأحوال الجوية، فيها استقرار كمان في الأحوال الجوية، عشان كده إحساسي بالطقس خلال فترة النهار خاصة مع وجود أشعة الشمس هيكون طقس دافي على معظم المحافظات اللي موجودة في الجمهورية زي محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، جنوب الصعيد، وكمان جنوب سيناء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، ويمكن كمان السواحل الشمالية بدأت تقل عليها فرص الأمطار، فده هيخليهم يحسوا بالطقس فترة النهار إن هو طقس مائل للدفء وخاصة مع وجود أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخلنا فترات الليل طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، الانخفاض ده مازال محسوس فترة الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر. أجواء شديدة الرطوبة في أغلب محافظات الجمهورية، الأجواء فترة الليل هنأكد عليها إن هي مش هيكون فيها تحسن كبير، هتظل فيها أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء. فرق درجات الحرارة بين النهار والليل بيتجاوز أحيانا 10 درجات، في بعض المناطق أو بعض المحافظات يتجاوز 15 درجة مئوية، لازم ناخد بالنا من فرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل. كمان طبعا الشبورة المائية دايما زي ما بنقول هي دليل استقرار في الأحوال الجوية، الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة معانا اليوم وكمان خلال الأيام اللي جاية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأدي طبعا الانخفاض في الرؤية الأفقية. يمكن هو الانخفاض اليوم كان انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية وسرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا الساعة 8 9 صباحا الرؤية الأفقية بتتحسن على أغلب الطرق والشبورة بتنزل تماما من على كافة الطرق، وخاصة زي ما بقول زراعية وسريعة وقريبة من المسطحات المائية.
تبقى اليوم فرص الامطار، فرص امطار خفيفه على بعض الاماكن من السواحل الشماليه للبلاد اللي هي المحافظات المطله على البحر المتوسط وشمال البرد البحري، غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، وبتتلاشى طبعا الامطار من باقي محافظات الجمهوريه. ويمكن كمان احنا متوقعين من بكره الاربعاء ان شاء الله يكون في مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحراره. هنبدا ارتفاع تدريجي في قيم درجات الحراره، بكره هيكون طفيف لكن مع نهايه الاسبوع مطلع الاسبوع اللي جاي توصل الى عظمى على القاهره الكبرى 23 و24 درجه مئويه. ده جميل، ده جو جميل. هو طقس مستقر وجاف تماما، بس احنا هنأكد على كل المواطنين بلاش الانخداع باشعه الشمس طبعا. بلاش تخفيف الملابس، لان فترات تقيل او حتى لو انا موجود في اماكن ظل فتره كتير بلاقي بروده، فلازم الملابس الشتويه على مدار اليوم وتكون شتويه ثقيله، فترات الليل متاخر، فترات الصباح الباكر. مهم كمان القياده تكون في الدورتين فترات الصباح الباكر مع وجود الشبوره المائيه، وطبعا تكون في متابعه مستمره للنشرات الجويه. نشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. زي ما حضراتكم تابعتوا معانا استقرار في أحوال الطقس، بس ياريت ناخد بنصائح دكتورة منار ما ننخدعش بهذا الاستقرار ونخلي بالنا، لأن بالليل الجو بيكون شديد البرودة. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13، العاصمة الإدارية 21-12 والإسكندرية 19-11، العلمين الجديدة 19-10، مطروح 18-10 ودمياط 18-12، بورسعيد درجة الحرارة العظمى فيها 18 والصغرى 13، وفي الإسماعيلية 21-10. في السويس العظمى 20 والصغرى 12، وفي العريش 19-10، كاترين 15-4 وطابة 19-11، حلايب 21-16 وشلاتين 24-15، شرم الشيخ 24-15 والغردقة 24-14. الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 10 وبني سويف أيضا 20-10، الوادي الجديد 22-10 وأسيوط 21-8، سوهاج 22-9 وإنا 23-11، الأقصر 23-10 وأسوان 24-11. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة أخرى لمحمد وجمانة ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هنا. شكرا مشاهدينا، خلينا نروح نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فوزارة الثقافة هتفتتح فعاليات المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل اللي بيقام بالشراكة بين المجلس الأعلى للثقافة بوزارة الثقافة المصرية ومؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية، وده خلال الفترة من 20 حتى 22 فبراير الجاري بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء البرلمانات والوزراء وبمشاركة عدد كبير من السياسيين والمفكرين والمثقفين والإعلاميين من مختلف دول العالم. النهارده هينظم قسم التربيه المتحفيه لذوي الاحتياجات الخاصه بمتحف الاسكندريه القومي محاضره بعنوان افاق التنميه للمساواه والعداله الاجتماعيه في قاعه المحاضرات في تمام الساعه 11 صباحا. النهارده هتستضيف القاهره قرعه الدور التمهيدي لبطوله كاس الامم الافريقيه اللي هتستضيفها المغرب في 2025. وبتضم الجولة التمهيدية من البطولة المنتخبات الثمانية الأقل تصنيفاً وفقاً لتصنيف فيفا، وهم الصومال، جيبوتي، ساو تومي، تشاد، موريشيوس، جنوب السودان، ليبيريا وإسواتيني. الحقيقة في القاهرة النهاردة وامبارح اهتمام دولي كبير وعيون صناع الطاقة المتجددة وتحولات الطاقة كمان اللي في العالم بيتابعوا وقائع مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجيبس 2024 اللي شهد افتتاحه امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. المؤتمر ده بيشارك فيه حوالي 120 دولة ويناقش فكرة التحول للطاقة النظيفة، خفض الانبعاثات، وعرض التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة في مجال الطاقة. خلينا نروح مع حضراتكم في قراءة وفية وتفاصيل أكتر عن المعرض والخطوات اللي قطعتها مصر في مجال الطاقة المتجددة من دكتور ماجد كرم الدين المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأحد الخبراء المشاركين في جلسات المعرض. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتكم. أهلا بيك. يعني في البداية لو نتكلم مع حضرتك عن المعرض في نسخته السبعة وأهمية إقامته حاليا وأبرز محاور النقاش. يعني أولا أهميته هي أنه جاي في وقت يعني حرج
بتمر في المنطقة والعالم كله بتحديات كبيرة في مجال الطاقة وفي مجال الاقتصاد وفي مجال يعني مجابهة مشاكل تغير المناخ. والحقيقة بيبرز دور مصر كلاعب إقليمي ودولي في هذا السياق بشكل كبير، وبينظر لمحاور متعددة. يمكن احنا شايفين هذا الإصدار من المؤتمر مختلف عن الإصدارات السابقة، لأنه بينظر للطاقة بوجه عام وليس فقط لقطاع البترول كما كان سابقا. وبالتالي المحاور إذا كانت صحيح بتركز على قطاع البترول بصفته يعني الرائد في تنظيم هذا المؤتمر، ولكن أيضا بيتسع ليشمل محاور جديدة يمكن شفناها امبارح وإن شاء الله تستمر على مدى الأيام القادمة، خاصة بسياق تحول الطاقة بشكل عام، زي الطاقات المتجددة، زي كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة ومنها الصناعة مثلا، زي البعد الإفريقي وأهمية مساعدة الدول الإفريقية في قطاع تحول الطاقة. ويمكن شفنا امبارح حديث فخامة الرئيس لما أثار مشكلة التمويل. جميل. وكيف أن الدول التي تعاني من بعض المصاعب الاقتصادية تحتاج أن يتم التعامل معها بشكل مختلف. صحيح. في مجال التمويل وأن تفي الدول المتقدمة بتعهداتها. الحقيقة أن هذه المسألة مسألة حيوية للغاية، وهي بتمس يعني كل. صحيح. دولة. ودي كانت إشارة مهمة جدا دكتور ماجد، فعلا بالفعل فكرة التمويل أو سؤال التمويل فيما يتعلق بمساعدة الدول النامية في مواجهة أثار التغير المناخي. جلسة النهاردة جلسة مهمة جدا، الحديث هيكون عن الطاقة المتجددة. مصر قطعت شوط كبير جدا في استراتيجية خاصة للتحول إلى الطاقة المتجددة. برأي حضرتك أبرز المحاور اللي هيتم مناقشتها في جلسة اليوم حول الطاقة المتجددة في المنطقة؟ أولا في مجال الطاقة المتجددة، أولا إبراز التقدم المحرز في مصر، وكيف أن مصر يعني ضاعفت في سنوات قليلة إنتاجها من الطاقات المتجددة. كلنا نعلم أن احنا لغاية 2016 يمكن كان كل اللي موجود في مصر حوالي 500 ميجا وات. حاليا مصر 500 ميجا وات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، 540 تحديدا يعني. أصبحت مصر الآن لديها أكثر من 3000 وحوالي 500 ميجا وات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يمكن أكثر كمان. وإجمالي الطاقات المتجددة في مصر إذا أضفنا ليها الطاقات المائية وصل حوالي 6400 ميجا وات. جميل. وبالتالي إحنا بنتكلم على أرقام يعني في الإجمالي تضاعفت، وفي الطاقة المتجددة وكفاءة وبالذات في سياق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الأرقام تضاعفت عدة مرات، وهي مرشحة لزيادة بقيم كبيرة جدا جدا نتيجة الاستراتيجية التي أعلنتها مصر للوصول 42% سنة 2030 من مزيج الكهرباء. وده بيستدعي الحقيقة يعني أولا خلينا نقول جهود من الدولة، ويستدعي أيضا مشاركة قوية من القطاع الخاص، لأن الدولة لم تستطيع بمفردها القيام بتمويل مثل هذه المشروعات، وبيستدعي أيضا مساندة قوية من الجهات الدولية المانحة والممولة بشتى أشكالها بقى. وهنا بيظهر أهمية عناصر جذب الاستثمارات وأن تكون مصر دولة جاذبة للاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة بتكلم تحديدا يعني. وهذا وده جواه مكونات كثيرة، يمكن إبراز التجربة المصرية من حيث إنها مثلا خصصت أكثر من 30 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، وده بيؤكد التزام الدولة بهذه المشروعات وخصصتها يعني وجهزتها بالدراسات الرئيسية الخاصة اللي بتقول إن هذه المواقع من أفضل المواقع لاستغلال الطاقة المتجددة. كمان تجهيزات الشبكة وإتاحتها ومدها لأقرب نقطة من هذه المشروعات بيمكن من إن احنا نربط هذه المشروعات بالشبكة الكهربائية المصرية. وبالتالي فرص بيع الطاقة عبر الشبكة بتكون فرص كبيرة، والتزام الدولة المصرية باتفاقيات شراء طاقة، والحقيقة اتفاقيات شراء الطاقة دي من أكثر الحاجات الصعبة عالميا، نتيجة إن المطلوب إنها تكون قابلة للتمويل البنكي وقابلة للمستثمرين يقبلوها كمان. يعني تكون بنسميها وين وين سيتويشن، الاطراف كلها تقبلها. فاتفاقيات شراء الطاقه اللي مصر عدتها على مدى السنوات الماضيه كلها محل قبول من المستثمرين ومن جهات التمويل. عناصر كثيره في برنامج الطاقه المصري كمان المتجدده بنتكلم تحديدا على ان احنا بنزهق التحول نحو الهيدروجين الاخضر. طيب ده يعني دكتور ماجد اسمح لي، يمكن ده كان محور حديثي لحضرتك او سؤالي لحضرتك، واحنا بنتكلم عن مشروع الهيدروجين الاخضر، خلينا نستغل وجود حضرتك معانا وتقولنا اهميه هذا المشروع وعلاقه وجود بنيه تحتيه قويه في مصر حاليا بتنفيذ هذا المشروع يا فندم.
طب خلينا نقول الهيدروجين الاخضر هو الهيدروجين المنتج من الطاقات المتجدده، يعني تحليل كهربي للمياه، وبالتالي عندنا نظام فيه طاقات متجدده بتولد كهرباء، وهذه الكهرباء بتدخل على جهاز لتحليل المياه اسمه الكترولايزر. فمطلوب ان يكون عندنا ايضا وحدات لتحليه المياه لوصولها للدرجه المناسبه للقيام بعمليه التحليل، ونحصل منها على هيدروجين. الهيدروجين ده نستطيع استخدامه في صناعات متعدده، بدايه من صناعه النفط والغاز نفسها الى صناعات الحديد والصلب الى صناعات الامونيا والامونيا احنا بنتكلم كمان على الميثانول، عفوا على الفيرتلايزرز اللي هي الاسمده، صناعه الاسمده، ومصر ليها مكانه عظيمه في صناعه الاسمده، زائد ما نطلق عليه الوقود الاخضر، وبنتكلم على الميثانول والايثانول وغيره من انواع الوقود اللي ممكن استخدامها في تطبيقات متعدده. وبنسمع حاليا عن السفن اللي بتعمل بالوقود الاخضر او الوقود الكهربي، احنا بنسموه ده ان منشاه كهرباء متجدده. وبنسمع ايضا عن وقود مشتق من زي البنزين والديزل بس مشتق من الكهرباء، وده في دول متقدمه كثيره حاليا كمكمل لصناعه الوقود التقليديه. جميل. طبعا احنا بننظر لتحول قطاعات عده هنا. الموضوع ما بقاش كهرباء بس، صحيح، الموضوع اصبح حاليا ان احنا بنتحدث عن تحول قطاعات زي قطاع النقل زي قطاع الصناعه الى تقنيات خضراء، ويكون بصمته الكربونيه منخفضه، وبالتالي الوصول الى مستهدفات خفض الانبعاثات اللي كل دوله حاططها. جميل. على نفسها طبقا للاتفاق، وده طبعا ضمن ملامح استراتيجيه الدوله للطاقه والتنميه المستدامه كمان 2030، والوصول او استهداف حوالي من 5-8% من انتاج الهيدروجين الاخضر عالميا. عايز اسال حضرتك دكتور ماجد فيما يتعلق بالجانب التشريعي، يعني احنا عندنا اصول وعندنا يعني بنيه تحتيه وموانئ بتهيئ الدوله انها تبقى مركز اقليمي للطاقه، الجانب التشريعي والتيسيرات اللي ممكن تقدم للمستثمرين والحوافز ان هم يجوا يستثمروا في الطاقه المتجدده في مصر. والله في مجموعه من الجوانب الخاصه سواء بالهيدروجين الاخضر او بالطاقات المتجدده. اهمها اعفاءات ضريبيه وجمركيه يعني مميزه الحقيقه. وعملهم وهذه الاعفاءات مستمره لفترات جيده جدا بتسمح بان يعني الاستفاده من اولا القدرات اللي موجوده في مصر لفترات طويله، وبتسمح للمستثمر ايضا انه يحقق عوائد يعني جاذبه. جنب الحوافز الضريبيه والجمركيه ايضا مجموعه من الحوافز لتشجيع الاعتماد على خلينا نقول على التقنيات والفرص اللي موجوده في مصر من مختلف التكنولوجيات. وهنا بنفكر ان الطاقه المتجدده اللي هتخدم مشروع الهيدروجين الاخضر مثلا لابد تكون مشروعات جديده تخدم المشروع نفسه، بمعنى ان احنا مش بنستهلك بس من المشروعات القائمه، لا، المشروعات القائمه هي بتسهم في كهرباء مصر حاليا باكثر من 10% من الجنريشن من الانتاج المصري و20% من الحمل الاقصى، ولكن احنا عايزين نضيف على ده. فالطموحات المصريه في هذا الشان ان احنا الحوافز المقدمه، مجموعه الحوافز المقدمه سواء كانت اراضي، سواء كانت تيسيرات ضريبيه وجمركيه، سواء كانت اتفاقيات بتلتزم بها الدوله بشتى اجهزتها وهكذا، هذه كلها تستهدف ان احنا نضيف للقدرات القائمه ونحقق الاهداف اللي احنا الاستراتيجيه بنعملها ان شاء الله. اخيرا يا دكتور خليني اعرف من حضرتك اهم الملفات اللي هيتم مناقشتها النهارده خلال المعرض. والله يعني اعتقد المعرض محاوره متعدده وكثيره، ويمكن انا بشارك حلقه النهارده في الملف الخاص بالطاقات المتجدده، ولكن اعتقد ان في ملفات اخرى معنيه طبعا بالتعاون الاقليمي، ومعنيه ايضا بفرص كفاءه الطاقه، ومعنيه ايضا بتطور قطاع البترول وغيرها من المحاور اللي بيشهدها المؤتمر. بالتأكيد. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور ماجد كرم الدين المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، وفي كلام كتير عن الكوكب التاسع في مجموعتنا الشمسية والمعروف بالكوكب المفقود. من يومين كان في دراسة منشورة عن البحث عن الكوكب التاسع أو كوكب اكس، هو كوكب افتراضي من المحتمل ان يدور في الاطراف الخارجيه للنظام الشمسي ويتجاوز مدار كوكب بلوتو. ايه حكايه جمانة الكوكب المفقود او الكوكب التاسع او كوكب اكس زي ما انت قلتي؟ هنعرف تفاصيل اكتر من دكتور اسامه شلبيه عميد كليه الملاحه وتكنولوجيا الفضاء بجامعه بني سويف. صباح الخير على حضرتك.
صباح الخير على حضرتك استاذ محمد، صباح الخير عليك استاذه جمانة، اهلا وسهلا. ايه قصه المشاهدين؟ صباح الفل على حضرتك. ايه قصه بقى الكوكب المفقود او الكوكب التاسع؟ هو دايما احنا بنقول ان المجموعه الشمسيه هي عباره عن الشمس وفيها الكواكب والكويكبات والنيازك والمذنبات. الرصد لحركه هذه الكواكب بيتم بشكل دوري بحيث ان احنا بنشوف في علامات معينه عن تغير في هذا المسار او بنسميه الاقلاق في المدارات. فبنتاكد ان هناك كتله ما موجوده بتسبب هذا التاثير للاقلاق في المدار للكواكب اللي موجوده عندنا في المجموعه الشمسيه. ازاي نتاكد من ده؟ بالارصاد. دايما التلسكوبات بتحاول ترصد هذه الاجسام خارج المجموعه الشمسيه، وبالفعل هناك ارصاد بمراصد حديثه وتقنيات وتكنولوجيات عاليه جدا حاليا بتؤكد ان هناك كوكب موجود خارج المجموعه الشمسيه، ممكن ان يكون جزء من المجموعه الشمسيه. هذه الكواكب هي بنسموها كوكب اكس او الكوكب المفقود، لكن للان لا زالت الارصاد ولا زالت الابحاث جاريه من اجل التاكيد على وجود هذا الكوكب ومداره، تحديد المدار، كتلته، وهكذا كل الخواص الفيزيائية والديناميكية لهذا الكوكب. طيب دكتور أسامة، حضرتك خلال حديثك يعني تحدثت عن علامات عن وجود هذا الكوكب، الكوكب التاسع أو الكوكب المفقود أو كوكب إكس، إيه هي هذه العلامات يا فندم؟ زي ما وضحت لحضرتك، العلامات الأساسية هي عندما يكون هناك إقلاق لمدارات لكواكب موجودة بالفعل. إقلاق يعني بمعنى إيه؟ يعني خلينا نتكلم بلغة بسيطة المشاهدين حتى يقدروا يقربوا من الفكرة أكثر. أشرحها لحضرتك. لما يكون أنا في مدار معين معروف، بعد فترة بلاقي الكوكب اللي موجود ومعروف زي بلوتو زي نبتون موجودين، بلاقي مدارهم بيتغير، بيحصل له تغيير بسيط، بمعنى ان في حاجه بتاثر على هذا المسار وتخليه يتغير بهذا الشكل. ايه هي الكتله دي؟ ايه هي الماده دي؟ العلماء بيدرسوا كل التغيرات دي على فترات طويله من الزمن، بيتاكد ان هناك كتله ما تؤثر على هذا الكوكب الموجود المشاهد بالفعل وتغير من شكل مداره. جميل. طب دكتور أسامة، عايز أسأل حضرتك، هل تتوقع أنه الباحثين ينجحوا في تحديد موقع الكوكب التاسع؟ وهل في استخدام لتقنيات جديدة علمية أو أنواع من التلسكوبات ممكن تساعدنا في معرفة مكانه تحديداً؟ بالضبط كده، هو ده اللي العلماء بيشتغلوا عليه في مراصد في شيلي على اعلى مستوى حاليا، بتتابع هذا الكوكب حتى تتاكد من المسار اللي موجود فيه، وبالتالي نقدر نعمل ما يعرف بالرصد الحقيقي لهذا الكوكب، وبالتالي الاعلان عن كل تفاصيله. لكن حتى الان ما زال البحث جاريا للتأكيد. هناك شكوك كبيرة وهناك أبحاث يعني خرجت، أبحاث علمية في مجلات علمية خرجت تؤكد وجود كوكب بهذا الشكل، لكن رصده كإيمج كصورة نستطيع أن ننشرها للعالم، ما زال هذا الإجراء أو هذه الأرصاد تحت القيد والدراسة. طيب دكتور، كان في كلام منتشر على سوشيال ميديا متعلق بهذه الدراسة أو بهذا البحث، فكرة أنه هذا الكوكب التاسع سيساهم في أحداث مدمرة بالأرض، مدى صحة هذا الكلام يا فندم؟
ده غير صحيح، لان لو حضرتك بتتكلمي عن الكوكب التاسع ده غير صحيح تماما. لو بتتكلمي استاذه جمان عن الكويكب، وبالتالي نقدر ننقل هنا على موضوع الكويكبات، وهو يعني جسم كبير لا يرقى الى انها يكون كوكب، ولكنه يدور في حزام ما بين الكواكب الداخلية، مجموعة الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية. هذا الكواكب اسمه يعني FT3 2007. ده كواكب موجود من 16 سنة تم الكشف عنه وتحديد اقترابه من الأرض بحوالي 50 مليون كيلومتر، وبالتالي أصبح من الأجسام التي قد تسبب مخاطر على الأرض. ومن هنا العالم بيقول لا، ده ممكن يرتطم بالأرض ويسبب لنا دمار للحياة على الأرض، زي ما كان في كويكب من 66 مليون سنة. صحيح. نزل الأرض وعمل دمار وفناء للديناصورات إلى آخره. لكن يعني المتابعة لهذا الكويكب طبعا مستمرة. جميل. وكل الأجسام اللي موجودة أو بتقترب من الأرض دايما لها حسابات بنسميها حساب المدارات أو الحسابات الفلكية على الاقتراب ده. لما بيوصل لمسافة زي ما بنقول 50 مليون كيلومتر من الأرض بيبقى اسمه اقتراب موثوق به. جميل. ولابد ان احنا نتتبع الكويكب ده بشكل اكبر. جميل. وبالتالي الخبراء عن المشروع الكبير اللي هو الدفاع الكوكبي زي ما بنقول، او الدفاع عن الحياه على الارض عندما تقترب منها مثل هذه الكويكبات. جميل. نعم. اذا يعني يا دكتور وجود كوكب اكس او كوكب التاسع هو يعني ما فيش اي تخوف انه ممكن يسبب احداث مدمره بالارض، ولكن صحيح. فكره وجود الكويكبات زي ما حضرتك تحدثت. طبعا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور اسامه الشربيه عميد كليه الملاحه وتكنولوجيا الفضاء بجامعه بني سويف، شكرا جزيلا لحضرتك. لسه البحث مستمر يا جمانه زي ما قال لنا دكتور اسامه عن الكوكب المفقود او الكوكب التاسع، وده هيمثل طبعا اضافه علميه مهمه جدا. نروح مع حضراتكم دلوقتي سريعا لموجز لاخر واهم الانباء، موجز الثامنه صباحا بتوقيت القاهره مع زميلتنا هاله الحملاوي، اتفضلي هاله. شكرا محمد. الثامنه صباحا بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف البلجيكي الداعم للتهدئة والرافض لاستمرار التصعيد الجاري في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو. تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية خاصة الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي جهود مصر لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة على نحو مستدام وعاجل. كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية وعلاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي في ضوء تولي بلجيكا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. شدد الرئيس السيسي على ضرورة توفير التمويل اللازم للدول منخفضة الدخل لتنفيذ تعهداتها الخاصة بالمناخ. جاء ذلك في مداخلة للرئيس السيسي بجلسة حوارية بعنوان التحول الطاقي وتأمين الإمدادات وخفض الانبعاثات خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجيبت 2024. وأشار الرئيس السيسي إلى التحديات السابقة والراهنة التي تواجه مصر، ومن بينها الأزمة الاقتصادية والأوضاع على الحدود مع ليبيا والسودان وقطاع غزة. أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جندي في المعارك بجنوب قطاع غزة، فيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 3 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا في المخيم ما أدى إلى سقوط الشهداء الثلاثة، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. جاء ذلك في الوقت الذي أصيب فيه شاب بشظايا ورصاص وعشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، تزامنا مع اقتحام الجيش الإسرائيلي عدة بلدات وقرى في محافظة جنين بالضفة الغربية. اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يؤكد على دعم المجلس لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن. وتنص مسودة مشروع القرار أيضا على أنه في ظل الظروف الحالية فإن أي هجوم بري كبير على رفح الفلسطينية سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة. وجهت دول الاتحاد الأوروبي جميعا باستثناء المجر تحذيرا لإسرائيل من شن هجوم على مدينة رفح الفلسطينية، وأكدت دول الاتحاد أن أي عملية عسكرية محتملة تضاعف من الوضع الكارثي الذي يعيشه نحو 1.5 مليون لاجئ فلسطيني في المدينة الواقعة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة. جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وبعد انتهاء المحادثات دعا جميع الوزراء في بيان مشترك إلى هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن المحتجزين وتقديم المساعدة الإنسانية. استدعت البرازيل سفيرها لدى إسرائيل لإجراء محادثات، وذلك بعد أن وجه مسؤولون إسرائيليون توبيخا رسميا للسفير البرازيلي في تل أبيب ردا على تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا التي أدان فيها العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، حيث أكد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لا مثيل له في لحظات تاريخية أخرى. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجموعة من ورش العمل حول انضمام مصر لاتفاقية بريكس بمشاركة أعضائها، وذلك في إطار الاهتمام بالملف الاقتصادي باعتباره من الأولويات. وناقشت الورش أثر انضمام مصر إلى مجموعة بريكس بالنسبة للأمن الغذائي، وأثر توسع بريكس على التداول بالعملات المختلفة وعلى سعر الصرف خاصة بمصر، كذلك أثر توسع بريكس على حوكمة النظام المالي العالمي وأزمة الدين العام. انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحب بحضراتكم مرة تانية. خلينا نروح معاكم دلوقتي لأسيوط، وتم تدشين معرض المنتجات والمشغولات اليدوية والحرف التراثية للأسر المنتجة ومشروع أيادي مصر والمرأة المعيلة. المعرض بيستهدف عرض المشغولات التراثية وتسويقها بشكل مميز جدا، كمان جذب الزوار والسياح بالمحافظة. نعرف تفاصيل أكتر معانا على الهاتف الأستاذ مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط. بنرحب بحضرتك وصباح الخير عليك. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين جميعا. يعني بداية كده حابين نعرف تفاصيل المعرض، أهم المنتجات والأعمال اليدوية والتراثية اللي بيقدمها. طبعا احنا امبارح ساعدنا بزيارة معالي الوزيرة الدكتورة نبيلة الكوباتش لأسيوط. احنا بالمعارض إحياء الحرف التراثية والمشغولات اليدوية يعني بنشتغل عليها الفترة الأخيرة ديت، ودي توجه من الدولة بصفة عامة. احنا بالنسبة لينا كنا امبارح عندنا معرض بيشارك فيه 10 جمعيات و10 أسر منتجة، كان بيضم مشغولات يدوية وأركت وسجاد ومكرميات وكل المشغولات اليدوية. ده بنهدف ليه في أسيوط بالذات في كذا حاجة فيه. أولا بنشجع الست تعمل مشروعها والأسرة تعمل مشروعها، وده من ضمن الحاجات اللي احنا فعلا يعني بتعمل حياه كريمه للمواطن. تاني حاجه بنحيي الحرف ديت، ولان فعلا الحرف دي بتاعتنا في اسيوط، كمان المجتمع الاسيوطي بتمتاز بيها الاصاله يعني، فبنحييها. بنعمل كمان بنزود دخل الاسر ده من خلال التسويق، وكمان بنساعد المواطن العادي ان هو يلاقي مثلا الحاجه اللي ممكن يكون محتاجها بسعر اقل
في ظل الايام ديت بنحاول نخفف على المواطن. طيب استاذ مجدي، عدد العارضين حتى الان وصل لحد كام، وابرز كمان الحرف اليدويه المشاركه في المعرض؟ طيب امبارح كنا عارضين بالظبط 10 جمعيات، الجمعيات ديت بتبقى عندها اسر جوه الجمعيات، يعني بتدربها وبالتالي بتشتغل المشروعات دي، وبالتالي احنا بنعرض لها منتجاتها. وفي 10 اسر دي بره الجمعيات، اسر دي بتبقى واخده مشروعات من خلال بردك بعض الهيئات والمنظمات الاهليه، برضك بعد التدريب فبتسوق منتجاتها. كانت 10 جمعيات و10 اسر بيعرضوا اهم اللي عرضوا امبارح، مشغولات متنوعه طبعا، في مكرميه، وكانت في شنط، وكان في حاجات من اعاده التدوير. يعني مثلا بيبقى يعني احنا عندنا برنامج فرصه في اسيوط بننفذه، كان امبارح كنا عارضين 4 نماذج من الوحدات الانتاجيه، منهم نموذج اعاده تدوير. اعاده تدوير يعني مثلا حضرتك الاسر ديت بتروح مثلا تجيب مثلا زي فساتين الزفاف اللي هي في المحلات اللي هي بتبقى خلاص يعني موديلها انتهى شويه، بيعيدوا تدويرها. بعض البنطلونات الجينز بيعيدوا تدويرها، بيعملوها شنط مدرسيه، ودي عندنا نقص عامه في موضوع الشنط المدرسيه، لان عندنا استهلاك كتير منها، فبالتالي بتعمل رواج للشنط وفي نفس الوقت بتقلل سعر الشنط. كمان كان في اركتات الشمع المعطر ده كمان كنا عارضينه، مستلزمات العروسه بقى من ورد ومشغولات هاند ميد، وفي كروشيه واكسسوار اكسسوارات ومشغولات بالخرز يعني. احنا شايفين الصور مع حضرتك دلوقتي على الهواء، يعني هدف جميل جدا وعظيم، فكره تنشيط الاسر المنتجه وحركه الشراء كمان وخدمه المجتمع المحلي، ده هدف في حد ذاته طبعا. يعني هدف عظيم جدا. عايز طبعا اسال حضرتك ازاي بقى، السؤال الاهم بقى اللي حضرتك اتكلمت من شويه عنه، الاسعار ازاي بيبقى في تخفيض الاسعار وتنشيط حركه الشراء بشكل كبير في اسيوط؟ احنا نفذنا يعني لحد الان 33 معرض في مختلف انحاء اسيوط. ده بيعمل ايه في ناحيه الاسعار؟ طبعا العارض مش بيتكلف، يعني دور التضامن الاجتماعي ودور المحافظه ودور كل الجهات معانا مش بنكلفه، احنا بنعمل له المكان ومش بنكلفه وبنجهزه له وبيحط هو معارضاته، فهو مش بيحتاج، فبالتالي مش بيضيف سعر زياده عن المنتج بتاعه، فبيستكفى باضافه هامش ربح بسيط، بحيث ان هو بيمشي منتجاته، وبالتالي المواطن البسيط بيلاقي السعر اقل من بره. ده طبيعي، يعني ده الدور اللي احنا بنعمله، بنوفر له المكان، بنوفر له الامكانيات اللي هو يعرض بيها، وبالتالي بيتقلل معاه نسبه الربح، هو بيستكفى بربح بسيط عشان هو مش صارف المنتج حاجه، وهم كمان كاسر بسيطه كمان هم بيحاولوا يروجوا بضاعتهم فبيكسبوا قليل، فبيحطوا نسبه ربح كويس، والمواطن العادي بيشعر بكده، والحمد لله نسبه المبيعات بتدل ان هو بيبيعه الحمد لله، فلما بيبيعه بنحس ان احنا ان هو سعره اقل من السعر اللي هو بيتواجد في السوق العادي. جميل، بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ مجدي نجيب وكيل وزاره التضامن الاجتماعي بمحافظه اسيوط. مع دراسة جديدة شفناها وتابعناها أعدها مجموعة من الباحثين في جامعة تيانجين الصينية، الدراسة دي بتتكلم عن تأثيرات مخيفة ومرعبة لتطبيق تيك توك على المراهقين تحديدا. من ضمن هذه التأثيرات الإصابة بالاكتئاب، بالقلق، بالتوتر، ده غير طبعا التأثير السلبي على فكرة التحصيل الدراسي وعلاقة المراهق بأفراد أسرته. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من دكتور منى حمدي استشاري الصحه النفسيه، موجوده دلوقتي معانا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير، اهلا بيكي. يعني دراسه بتتكلم عن تاثيرات مخيفه لتطبيق تيك توك على المراهقين، حضرتك تابعتي هذه الدراسه ازاي يا فندم؟ والله الدراسه دي مش جديده من نوعها، لان هناك دراسات كتير اتعملت في هذا المجال عن تاثير السوشيال ميديا بصفه عامه على الأطفال والمراهقين وحتى الكبار. فموضوع أن السوشيال ميديا بصفة عامة بتسبب نوبات اكتئاب واعتلال في المزاج، وأحيانا كمان بيصل عند بعض الأفراد لنوبات من العنف والعدوان، وأحيانا كمان ممكن توصل لميول انتحارية، بيجي ده من سبب واحد ظاهر جدا بالنسبة للشخص المستخدم، وبالذات اللي هو أدكت، اللي وصل لمرحلة الأدكت أو إن هو هيفي يوزر لإدمان، يعني بقى مدمن ميديا.
تمام. بيحصل ايه؟ بيحصل ظاهره اسمها كوجنيتيف ديسونانس، اللي هي التنافر المعرفي. يعني ايه التنافر المعرفي؟ يعني انا كواحد مشاهد للسوشيال ميديا، وطبعا بنأثر على تيك توك بالذات والانستجرام لان هم اكثر شيوعا حاليا، بيحصل لي تناقض ما بين معرفتي بالواقع اللي انا عايشه والواقع اللي انا بشوفه على السوشيال ميديا، اللي هو فيه ثراء، فيه ناس منمقة وعايشين حياة فيها كلها سعادة وكلها فسح وكلها مستوى عالي جدا من تحقيق السعادة، فأنا بيحصل لي اكتئاب وإحباط ويأس من إن أنا الواقع بتاعي مختلف، فبيتولد عندي الاعتلال المزاج والاكتئاب. ده بالنسبة للي بيشاهد، وبالذات الناس اللي بتبقى مستويات طبعا منخفضة أو مش قادرين يحققوا حاجة في حياتهم. طب أنا النقطة دي نقطة مهمة جدا، بس عايز أسأل حضرتك فيها، إن فكرة إنه طبعا كل اللي موجود على السوشيال ميديا دي سعادة ممكن تكون سعادة كاذبة مش سعادة حقيقية. بالزبط. يعني فالتنافر المعرفي واللي حضرتك اتكلمت عنه، ودي جزئية مهمة، أنا كمراهق أستخدم السوشيال ميديا إزاي وأقلل هذا التنافر المعرفي؟ يعني لا أقع في فخ الإحساس إنه في عالم تاني افتراضي لازم أعيشه وأتطلع إليه، أتعامل إزاي يا فندم؟ والله أنت حضرتك استخدمت المصطلح الصح، إن هو فعلا فخ، وهو ليس فخ للمراهق فقط، حتى الكبار بيقعوا في هذا الفخ نتيجة التنافر المعرفي ده. فأنا لو أنا حياتي فارغة من النشاطات المتعددة اللي هي الواقع في الحياة، وعنديش إنجازات على أرض الواقع بتديني الدوبامين البديل للدوبامين السوشيال ميديا اللي هو ليه صفة اعتمادية وصفة إدمانية، ومعنديش علاقات اجتماعية حقيقية في الحياة تحقق لي هذه السعادة، كمان وعي منخفض، الوعي ده والنضج ليه المراهقين بيبقى التأثير عليهم أقوى وأكثر خطورة، هم والأطفال أو اللي هم الطفولة المتأخرة، وحتى كمان الناس الكبار المنخفضين الوعي. انخفاض الوعي فكرة عدم النضج الانفعالي والعاطفي العقلي، المراهق والطفل لسه لم يكتمل عنده هذا النضج الانفعالي والعقلي، بحيث انه يقدر يبقى عنده فلترة، يقدر يفلتر ايه الشيء الصح وايه الغلط وايه الفوق الخيال وايه هل دي سعادة حقيقية او غير حقيقية، فبيحصل عنده عدم قدرة، بتنخفض القدرة على قدرة الدماغ على فلترة المحفزات الخارجية، وازاي يقدر يفاضل ما بين ده صح ده غلط، ده اتابعه ده مش اتابعه. فطبعا عشان ما يوصلش ده، لابد طبعا من دور الاهل من الاول، ان المراهقين والاطفال، الدراسات العلمية بتقول ان ما ينفعش طفل قبل او مراهق قبل سن 13 سنة يكون من اليوزرز بتاع السوشيال ميديا. دي اول حاجة. ثانيا، اذا هو بدأ يبقى من اليوزرز دولت، فانا المفروض عدد الساعات المتوسط اقصى حاجة من ساعتين لثلاثة متفرقة. فانا لو استخدمت هذه الاشياء من البداية عشان ما وصلش ان انا ابقى انا شخص هيفي يوزر او ادكت، فانا مش هيحصل التأثيرات الفظيعة. يعني حضرتك بتنصحي انه من سن بداية من سن 13 سنة وساعتين ثلاثة في اليوم متقطعين؟ طيب في ناس ده حضرتك الدراسات العلمية هي اللي بتقول الكلام ده. وضحت الفكرة. بس دكتور خنية برضو انقل لحضرتك رأي آخر. في ناس بتقول انا ممكن اكون منطوي او شخص يعاني من الانطوائية، او يعني ما بيقدرش يتكلم قدام الناس، بيلاقي نفسه امام منصات التواصل الاجتماعي شخص اكثر تفاعل وبيقدر يتكلم ويعبر عن نفسه، وفي بعض الحالات تحدثت عن انه المنصات دي بالعكس ادتهم ثقة في نفسهم وقدرت انها تخليهم تحسن عندهم النقطة دي شوية. حضرتك رأيك ايه في النقطة دي؟ كلام حضرتك كلام صحيح جدا جدا، ومفيش احنا ما بنقولش ان السوشيال ميديا سيئة، ولكن احنا بنقول ان انا اوصل لمرحلة الادك، ان انا ابقى الادمان يعني شخص او الاعتياد الزيادة، او ان انا هيفي يوزر، فانا انفصل عن الحياة الحقيقية،
فأنا ده هو بداية المخاطر واضطرابات والمخاوف كلها بتاعت السوشيال ميديا، بتيجي من إن أنا حتة الأدكت دي، إن أنا أبقى مدمن، إن أنا أبقى شخص منفصل عن الواقع. لكن هي مما لا شك فيه محدش يقدر ينكر، ودي حقيقة، السوشيال ميديا ليها فوائد كتير للي يحسن استخدامها. طيب دور الآباء والأمهات هنا يا فندم مع أطفالهم، وخصوصا لما يبتدوا بقى في سن المراهقة وينعزلوا في البيت، بنشوف المشهد ده في بيوتنا كتير، إنه ولادنا بيقعدوا فترات طويلة على أجهزة الآيباد أو الموبايل أو غيره مع منصات السوشيال ميديا. دوري كأب وكأم أتعامل إزاي؟ إزاي أقنن هذا الموضوع؟ مساحة أو مسافة تدخلي لتوجيه أولادي فيما يتعلق بالتعامل مع تطبيقات وسائل الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي؟ شوف حضرتك، هو الموضوع ده أصلا بيحصل مع الكبار نفسهم، لأن زي ما احنا قلنا كتير قبل كده إن الخوارزميات بتاعت السوشيال ميديا يعني متصممة بطريقة أنها تخليك شخص منجذب طول الوقت ليها وتزود استخدامك ليها. فإحنا ككبار نفسنا بنقع في نفس الخطأ. الأهل لابد إن هم الأول يكونوا قدوة طبعا. لأن الأطفال والمراهقين بيتعلموا بالقدوة وليس بالأوامر طبعا. يعني أنا مش هبقى أنا بعمل ده وأنا بطالب ابني إنه ما يعملوش وأقول له أصل أنا كبير وإنت صغير. لابد إن أنا الأول أضرب المثل والقدوة. أو تاني حاجة، إن إحنا زي ما إحنا قلنا ما سيبش الطفل يبتدي يعتاد ويدمن، ما سيبوش يوصل لمرحلة الإدمان مع السوشيال ميديا بإنه يبتدي من سن صغير، من 6 سنين و7 سنين و8 سنين، لا، اقل من 13 سنه ده ممنوع نهائي. ولازم يكون الوقت زي ما قلنا مقنن جدا، ساعتين يا دوب ومتقطع. كمان القرب الاسري والوالدي، انا لو انا قريبه من ابني هقدر اتحكم فيه بدرجه من السهوله. مفيهاش توجيه، لكن انا لو انا منعزل عنه مش هقدر طبعا، مش هقدر افهم حتى الافكار اللي بتدور في يعني لازم اشاركه. صحيح، واقعد معاه حتى في الاول كمان، وهو بيقعد اول مره يجرب الحاجات دي لازم يكون الوقت ده انا معاه. طيب دكتور، اعذريني المقاطعه، لكن يعني نظرا لضيق الوقت سؤال اخير. حسب هذه الدراسه، دراسه خاصه تيك توك فقط، هل تأثير تيك توك منفصل عن باقي منصات التواصل الاجتماعي ولا نفس التأثير؟ ليه بقى تيك توك بالذات؟ لأن الاتنشن سبان بتاع تيك توك قصير جدا، اللي هو المدى الانتباه اللي بيطلبه من الشخص في الدماغ بيبقى قصير جدا، فعشان كده عليه إقبال شديد وبيشد الناس. فتأثيره أقوى لأن هو زي ما بقول لك بياخد وقت قصير جدا في الدماغ، وبيشتغل على الايفورت سيفنج اللي هي الميزه اللي الدماغ دايما بيحاول يعملها، ان هو يوفر الوقت ويوفر المجهود. فانا بسرعه المايندليس سكرولينج اللي هو السكرول اللا ارادي واللا واعي بيبقى سريع جدا 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 على التيك توك، يلي الانستجرام. ايوه، التيك توك بيبقى اعلى في الخطوره، لان طبعا المحتوى اللي عليه بيبقى شويه مش متفلتر. صحيح. شويه مفتوح زياده عن اللزوم، بيقلل قيم، بينشر قيم مش كويسه، بيخلي الناس تنشر حاجه ممزوعه من المحتوى من الهدف. يعني الفيديوز دي يا دكتور موجوده الحقيقه مش بس على تيك توك، على كل منصات التواصل الاجتماعي، ولكن زي ما حضرتك ذكرتي فكره سرعه الفيديوز او المنشورات اللي بتكون على تيك توك ممكن تكون اسرع بعض الشيء. على اي حال بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتوره منى حمدي استشاري الصحه النفسيه، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. ونروح لموضوع اخر، وهنروح معاكم لجنوب سيناء. وفوق قمه جبل الرجوم بجنوب سيناء بارتفاع أكثر من 1600 متر، تم وضع حجر أساس مرصد فلكي جديد من المستهدف أن يكون ضمن الأكبر في الشرق الأوسط. حقيقي خبر مهم جدا يا جمانة، وخبر يعني يعتبر كده إضافة وإنجاز علمي جديد في الدراسات الفلكية في مصر، وكلنا منتظرين هذه الإضافة العلمية. نعرف تفاصيل أكثر، معانا على الهاتف دكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية. بنصبح على حضرتك يا فندم، صباح الخير. صباح الخير يا استاذ محمد. يعني مشاهدين ان شاء الله، مرصد فلكي جديد فوق قمه جبل الرجوم بجنوب سيناء، ارتفاع اكثر من 1600 متر، اهميه هذا المرصد يا فندم؟ او حضرتك، اماكن الرصد الفلكي في العالم كله قليله جدا.
يعني اوروبا ما تقدرش ترصد فيها رصد فلكي خاص، عشان كده بيلجأوا لمرصد الاوروبي الجنوبي اللي موجود في شيلي او في جزر الكناري او في هاواي. فعين العالم كله كانت على مصر، لان مرصد القطاميه الفلكي اللي اتعمل في الستينات في مركز العاصمه الاداريه دلوقتي ده ساهم في هبوط الانسان على سطح القمر وعمل ارصاد عظيمه جدا للبشريه وللاتحاد الفلكي الدولي. لان مصر زي ما حضرتك عارف احنا عايشين على 4% من المساحه بس. حتى اماكن الرصد الفلكي في مصر موجوده تتركز في سيناء وفي جنوب جبال البحر الاحمر، لان منطقه البحر الاحمر تعتبر منطقه سياحيه دلوقتي فهنعاني من التلوث الضوئي فيها. فسيناء تعتبر كنز للعالم كله خصوصا للاتحاد الفلكي الدولي، ان احنا ممكن نعمل فيها مدينه لعلوم الفضاء والفلك. جميل. مدينه علوم الفضاء والفلك دي هتفيدنا بايه؟ هتفيدنا حضرتك ان احنا شغالين في قمه التكنولوجيا العالميه. يعني قمة تكنولوجيا التصوير، قمة تكنولوجيا التحكم، الأجهزة، الحاجات ده. ودي كانت الفكرة من إنشاء المرصد من أيام محمد علي، وده اللي ساهم في بناء مصر الحديثة. فإن شاء الله نتوقع هيبقى عندنا أولا الطريق الحمد لله كويس جدا، غير الطريق من الجنوب بناخده من عند نخل دلوقتي، فالطريق كويس جدا مهدناه. قمم الجبال عدة جبال مستوية بجانب بعضها، فممكن نعمل فيها ان شاء الله نعمل فيها تلسكوب مرئي زي القطاميه، بس هيبقى 6.5 متر المرآه بتاعته. هو مش هيبقى من الاكبر، هيبقى الوحيد في الشرق الاوسط. حتى لغايه دلوقتي مرصد القطاميه الفلكي يعتبر الوحيد في الشرق الاوسط، مفيش مثيل ليه غير في جنوب افريقيا. طيب دكتور، ايه القطاعات اللي مستهدف انه يشملها مبنى المرصد الجديد واللي هيكون متميز بيه دونا عن غيره من المباني الفلكيه حتى وان كانت قليله؟ حضرتك سيناء مركزها في العالم كله نادر جدا ان انت تلاقي منطقه 300,000 كيلو متر ما فيهاش تقريبا غير عدد بسيط جدا من السكان. فحضرتك اول ما بتعدي النفق بتحسي ان النور طفى. فطبعا ده بالنسبه لعلماء العالم كله، بالنسبه للفلك ممكن يعني انا بقول لحضرتك المرصد الاوروبي الجنوبي دلوقتي بينافس جيمس ويب وبينافس هابل سبيس تلسكوب. يمكن دي دكتور يمكن دي الظروف الطبيعيه، انا بتكلم على احنا اوجه تقدمنا. ما انا بقول لحضرتك كظروف طبيعيه ده من احسن الاماكن في العالم للرصد الفلكي. ده يخلينا نعمل ايه؟ يخلينا نفكر في مدينه فضاء عالمية. مدينة فضاء عالمية هيبقى فيها منظار مرئي، هيبقى فيها منظار رادياوي. مصر لغاية دلوقتي ما فيهاش منظار رادياوي كبير. منظار رادياوي بيفيدنا ان اي حاجة بتدخل السماء المصرية سي نيزك سي قمر صناعي بيسقط سي اي حاجة من دي بنقدر نرصدها حتى لو كان حجمها صغير جدا. زي رصد الثقب الاسود تم عن طريق المناظير الرادياوية. للأسف مصر والشرق الاوسط كله ما كانش فيه منظار رادياوي كبير، عشان كده ما اشتركش في مشروع رصد الثقب الاسود اللي هو كان مشروع عالمي وكان معظمه موجود في امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه. طيب دكتور، فأنا بقى عندنا مدينه لعلوم الفضاء بتشمل الفلك، بتشمل رصد الاجسام القريبه من الارض، بترصد بتشمل منظار رادياوي، بترصد طبعا محطات للزلازل، لان حضرتك دي في وسط سيناء تقريبا المنطقه خاليه من التلوث الضوئي، المنطقه خاليه من حتى من التلوث. فكل الظروف يعني ملائمه يعني هو لو ما كانش ملائم حضرتك ما كناش اخترنا الموقع. طب انا عايز اسال حضرتك عايز اسال حضرتك طبعا هيبقى في مواكبه للتقدم التكنولوجي وكل ما هو جديد في علوم الفضاء والاستكشافات الفلكيه، لكن عايز حضرتك مثلا اي حد بيتابعنا دلوقتي ممكن يسال السؤال ده، أهمية ده لينا إحنا كمصريين يعني كرجل الشارع العادي إن يبقى عندي أول وأهم مرصد في الشرق الأوسط، ده ممكن ينعكس على حياتنا اليومية إزاي؟ حضرتك لو أنت درست تاريخ المرصد من 1839 لغاية النهاردة هتلاقي إن كل العلوم اللي موجودة في مصر دلوقتي بدأت في المرصد. سي علوم الأرصاد الجوية، سي المساحة، أول 10 خرائط لمصر بناها محمود باشا الفلكي اللي هو متسمى على اسمه ميدان الفلكي. ميدان الفلكي صحيح. اللي عمل النهضة العلمية في مصر كان علي باشا مبارك. كان وزير التخطيط اللي ساهم في أول خطة خمسية لمصر بعد ثورة 52 دكتور إبراهيم حلم عبد الرحمن، كان أستاذ في المرصد وأستاذ في قسم الفلك جامعة القاهرة. فحضرتك بناء مصر الحديثة بدأت 1839 لما محمد علي بنى مرصد بولاق وبعد كده مرصد العباسيه وبعد كده مرصد حلوان. ابو النيل اللي هو رسم خرائط النيل كلها والثروات المعدنيه وكل اللي حضرتك بتشوفه من نهضه علميه في مصر دي بدات في المرصد. المرصد 1839 يعني قبل جامعه القاهره باكثر من 100 سنه.
ما كانش فيه تعليم في مصر، التعليم اسسه اتحطت عن طريق المرصد. كان فيه فيزياء وفلك وهندسه وجيولوجيا وجيوفيزكس وكل اللي حضرتك تتخيله. يعني يمكن انا كنت ساهمت في محاضره كان في المعهد مع الصحفيين قعدت اكتر من ساعتين عن دور المرصد في بناء مصر الحديثه. لان حضرتك خريطه الطابه نفسها اترسمت في المرصد باجهزه المرصد المساحيه قبل ما يبقى فيه مصلحه للمساحه. جميل جدا نعرف المعلومات دي كلها منك، واهميه المرصد ده مع بدايه انشائه حتى الان والجوانب العلميه اللي حضرتك ذكرتها مهم جدا، بناء مصر الحديثه والخرائط والتحولات اللي كانت بتحصل سواء على مستوى الجغرافيا على مستوى ايضا الحركه الخاصه بتغيرات المناخ او الارض ارتبطت بالمرصد الفلكي. إضافة جديدة جمانة مهمة جدا، مرصد هو قال لنا دكتور أشرف مش الأهم، ده الأول في الشرق الأوسط، هيكون فوق قمة جبل الرجوم بجنوب سيناء على ارتفاع 1600 متر. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية. شكرا لحضرتك يا فندم. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي فقرات. أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. نادي الزمالك اتعادل مع نادي الإسماعيلي سلبيا بدون أهداف في المباراة اللي جمعتهم على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة 13 لمسابقة الدوري المصري، وبيحتل الإسماعيلي المركز 14 بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، وبيحتل الزمالك المركز 13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة. وكمان فريق مودرن فيوتشر اتعادل مع المقاولون العرب بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم باستاد القاهرة الدولي في الأسبوع 13 بالدوري المصري، وبالنتيجة دي ارتفع رصيد المقاولون ل 8 نقط في المركز ال 16، وكمان ارتفع رصيد مودرن فيوتشر ل 14 نقطة في المركز ال 11 بجدول ترتيب الدوري المصري. فريق بيراميدز فاز على فريق زد بنتيجة 3-2 في اللقاء الودي اللي جمع الفريقين باستاد الدفاع الجوي، وده ضمن استعدادات بيراميدز لمواجهة مازيمبي يوم 24 فبراير الجاري في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال. النادي الأهلي استأنف تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق التدريبات، وخاض اللاعبون مرانا بدنيا متنوعا تحت إشراف أندريس أندويا المخطط للأحمال قبل أن يخوضوا تدريبات فنية متنوعة بالكرة. واصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاج في الجيم بعد جراحة الكتف اللي خضع ليها مؤخرا. رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA أعلنت التصنيف الجديد في شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال للأسبوع 38 على التوالي، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتينج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع 25 على التوالي. النجم المصري عمر مرموش نجم فريق أينتراخت فرانكفورت تواجد في التشكيل المثالي للجولة 22 من مسابقة الدوري الألماني بالموسم الجاري. خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع جمانة ومحمد. شكرا لك يا هالة، وبنجدد صباحنا مرة تانية على حضراتكم. موضوعنا في الفقرة دي موضوع مهم جدا ويهم ناس كتير، اللي طبيعة شغلهم بتكون أعمال مكتبية، أو طبيعة الشغل بتكون أنه يفضل كل واحد قاعد لفترات طويلة على الكرسي، ممكن ضغط الشغل ينسيه أنه يتحرك شوية. الأمور دي بتأثر بشكل كبير جدا على العظام، على العمود الفقري، ممكن تكون سبب في الإصابة بالانزلاقات الغضروفية.
خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع والمخاطر الصحية من الجلوس على الكرسي لفترات طويلة. الناس اللي بتشتغل على مكتب 8 ساعات أو أكتر، حتى الناس اللي بتشتغل دلوقتي من البيت أو بتشتغل في مكان بره، إزاي تقدر إنها تحافظ على العمود الفقري من الانزلاقات الغضروفية وتقدر تحافظ على نفسها؟ ده اللي هنعرفه من فقرتنا النهاردة من دكتور طارق حمدي السري، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بجامعة عين شمس. دكتور صباح الخير على حضرتك، منورنا في صباح الخير. صباح الخير أستاذة جمانة. صباح الخير دكتور عبدو، أهلا بيك. يعني للأسف سمة العصر دلوقتي إنه الناس أكتر بتشتغل على مكاتب، بتقعد أوقات طويلة جدا، حتى يمكن مؤخرا لما الشركات حتى في العالم كله تحولت لفكرة working from home أو العمل من المنزل، بقى برضو فترات الجلوس طويلة شوية. هل بالفعل فترة الجلوس الطويلة بتؤثر على العمود الفقري؟ أيوة فعلا هي بتأثر، وإحنا لما جينا عملنا دراسات علشان نعرف الضغط جوه الغضروف في أكتر وضع إيه، لقينا إن الضغط جوه الغضروف في أكتر حالاته هو أثناء الجلوس. يعني وإحنا واقفين رقم، وإحنا نايمين أقل رقم، وإحنا قاعدين هو أكتر رقم. هو ده أكتر حاجة. علشان كده أقعد اشتغل عدد الساعات اللي أنت عايزها زي ما أنت عايز، تمام، لكن قوم من وقت للتاني علشان تعمل حاجة تشربها، علشان تجيب حاجة تاكلها، علشان بدل ما تبعت إيميل للمكتب اللي جنبك روح قول لهم اللي أنت عايزه. قوم من وقت للتاني يا دكتور يعني قد إيه؟ يعني بعد قد إيه ساعة لازم أحرك جسمي؟ ما يلفش عليك الساعة. ساعة؟ ما يلفش عليك الساعة، يعني ما أفضلش مش صحيا أن أنا أقعد ساعة كاملة وأنا لا خالص، لازم تقوم تتحرك. دكتور قاعد في عيادته يقوم يوصل العيان لحد الباب ويستقبل العيان اللي بعده. حد قاعد في مكتب يقوم يتحرك يقول للناس اللي هو عايزه في المكتب اللي جنبه بدل ما يبعت لهم رسالة. يعني نقول مثلا 50 دقيقة و 10 دقائق مثلا حركة. دي فكرة ممتازة، دي فكرة كويسة. طيب خلينا برضه يا دكتور، عشان ممكن المصطلح الانزلاق الغضروفي ممكن الناس ما تكونش فاهمة هو عبارة عن إيه، فخلينا نعرف من حضرتك إيه هو الانزلاق الغضروفي، إيه الضرر اللي بيصيب العمود الفقري، وبعدين نتكلم على فكرة بوادر حتى الإحساس أو بوادر الأعراض نفسها. موافق. طيب انت جبتي يعني قلتي معلومه بتاعه العمود الفقري وقلتي معلومه بتاعه الغضروف، هما ايه هو العمود الفقري وايه هو الغضروف. احنا كلنا عندنا رئيس قوي ومحمي، رئيس مجلس اداره ربنا حميه جوه عظم الجمجمه، والمخ ده نزل بكل الالياف بتاعته والاسلاك بتاعه الاعصاب بتاعته اتجدلت ونزلت في الحبل الشوكي، هو كمان محمي جوه الفقرات جوه العمود الفقري. طيب علشان الرئيس ده ياخد الاوامر، ياخد القرارات مظبوطه ويدي اوامر سليمه، هو عايز مدخلات. انا لمست السطح ده، السطح ده سخن، حسيت بسخونه، خرجت الاشاره دي في الالياف العصبيه، راحت للنخاع الشوكي، طلعت للمخ، فالمخ ادى امر اسحب ايدك. تمام. استلمت الكوره وعايز الف بظهري اشوطها في البعيده ولا اشوطها في القريبه. الامر ده مين اللي اداه؟ المخ. وراح في انهي في المواصلات العصبيه حاجة. المواصلات العصبيه الحبل الشوكي. فهو لازم يبقى محمي، هو حاجه في منتهى الاهميه. محمي في ايه؟ في حاجه قويه اللي هي الفقرات. الفقرات دي حلقات من العظم الناشف، ما بينها لازم يبقى في مخدات طريه تمتص الصدمات وتسمح بحركتنا، نوطي ونتحرك ونلف ونقوم ونقعد. هي دي المنظومه بتاعه العمود الفقري. فقرات ناشفه، عظم تحمي النخاع الشوكي، وما بينها مخدات طريه تسمح بالانحناء واللف والحركات اللي هي الغضاريف. الغضاريف دي اتحركت من مكانها، لو اتحركت من مكانها وراحت ناحيه القناه العصبيه يبقى هي ضغطت على الاعصاب، فهتروح عامله الام او على حسب العصب اللي راحت ناحيته. راحت لعصب ليه علاقه بالاحساس هتحس بألم، راحت لعصب ليه علاقة بالحركة هتبقى فيه إعاقة في الحركة. طيب الغضاريف دي زي ما حضرتك وصفتها كده وبسطتها مهمة جدا، هي اللي بتحمي. صحيح. طب أنا أحافظ عليها إزاي؟ يعني هنا هل بالحركة، بالتمارين، هل مع تقدم العمر، ولا إحنا بنشوف حتى شباب، وده برضو سؤال لحضرتك، عمرهم صغيرة جدا وبيعانوا من آلام الظهر وآلام الغضاريف بشكل كبير جدا، ازاي انا احافظ على هذه الغضاريف؟ تمام. انت هتحافظ عليها من اول ما صحيت من الصبح لحد ما هننام، وكمان اثناء ما انت نايم. تمام. من اول ما صحينا من الصبح اتحركت، كلت اكل صحي،
بعدت عن تدخين علشان التدخين هيقلل كميه الاكسجين الرايحه للانسجه، فبالتالي هيسرع عمليه انها تضمر فحجمها يكش فتتزحلق من مكانها. وبدات تمارس رياضه، اسهل حاجه خالص المشي، اسهل شيء، اسهل شيء. قدر انك تقدر تعوم، دي رياضه كمان كويسه. بما اننا وصلنا الجزء بتاع الرياضه، وحضرتك قلت للشباب الصغير في السن اللي هو ممكن يجيله انزلاق غضروفي، هيمارس رياضه اقوى شويه من المشي، من اللي هي الكارديو اكسرسايز، لكن هيمارس ويت ليفتنج، هيشيل اوزان وهيروح جيم واحمال. هي فكره كويسه جدا وفكره حماسيه ان هو يشيل اوزان ويبقى عضلاته ضخمه وكل حاجه، بس خد بالك انت بتشيل اوزان ديت، انت مش ممكن هتشيلها على دراعك بس، انت هتحملها كمان على ظهرك، فهتزود الاسترس بعنف والضغط على الغضريف دي، فتساعد انها تتزحلق بدري قوي من مكانها. شيل عدات كتير واعمل تمرينه كويسه وتبقى دراعك كويس ورجليك كويسه وكل حاجه من غير ما تحمل على ظهرك، ومش هتستفاد. وانت نايم، وصلنا خلاص اشتغلنا واتفقنا في المكتب هنعمل ايه، 10 دقائق و50 دقيقه بالزبط. قاعد و10 دقائق اتحرك بالظبط. طيب ووصلنا خلاص، خلصنا اليوم ورحنا نمنا، مفيش حاجه اسمها مرتبه طبيه ولا مخده طبيه. هو الوضع اللي هيوجعك يبقى ده وحش، مش هنعمله. المخده اللي هتكون مريحه بالنسبه لك هي دي هتبقى مناسبه لعرض كتفك مع النومه اللي انت نايمها، نايم على ظهرك، نايم على جنبك، فتبقى دي كويسه. فدي خطوات من ساعه ما صحينا من النوم لحد ما ننام. طيب زي ما حضرتك كنت بتتكلم على فكره الشباب، يمكن ومش بس الجلوس لفتره طويله، لكن حتى الحركه الاجريسيف او الحركه العنيفه ممكن برضو تؤدي لانزلاق غضروفي. هل هذا الانزلاق بيحصل فجاه ولا بيبقى ليه بوادر؟ يعني انا ممكن شخص يبقى هنا انا حاسس ان في مشكله في ظهري، او في مشكله في الغضاريف، او في مشكله في الفقرات، فيبتدي يروح لدكتور، يستشير دكتور او يستشير متخصص. هو طبعا ممكن يحصل فجاه، لكن الحقيقه يعني الدارج قوي او الفيري كومن، الحاجه اللي بنشوفها كتير، لا مش فجاه، تبقى حاجه ليها مقدمات، تبقى مقدمات قليله، الم بسيط، تنميل والم مع حركه معينه، بعدين الموضوع ده يبقى مستمر. مظبوط، تنميل في الاطراف. ليه؟ احنا اتفقنا هو الغضروف هيضغط على العصب، والعصب ده رايح لطرف من الاطراف، طرح في منطقه الرقبه هيبقى رايح للايدين، في منطقه الصدر هيبقى رايح للعضلات بتاعه القفص الصدري، في الفقرات القطنيه هيبقى رايح للرجلين، فعلى حسب الغضروف ده اتزحلق من مكانه واتحرك من مكانه فين، راح ضغط على انهي عصب فعمل المشكله دي. العمود الفقري هو متقسم لثلاث اماكن، على حسب المكان اللي فيه المشكله هتبقى دي هي الاعراض. جميل. طيب العلاج الطبيعي او الرياضي الطبيعي اللي هو هيحافظ لي على العمود الفقري والغضاريف بشكل كبير جدا، في بعض الناس بتبقى الشكاوى مستمره جدا، بيعيش سنوات بهذه الالام، بيتعامل معاها في بعض الاحيان بمسكنات، وده طبعا ليه ضرر كبير جدا لانه بيقعد فتره طويله. وفي ناس يقول لك لا انا لو عملت عمليه برضو النتيجه مش هتبقى كويسه ومش هرجع زي الاول. امتى هنا فكره اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي، وامتى ده القرار بيكون قرار صائب؟ تمام. يعني خلينا نروح للبدايه لما انت قلت ايه الالم، ان هو بيتالم وعايش مع هذا الالم. هو مش مفروض يعيش مع هذا الالم، لان الحقيقه دلوقتي بقى في حلول كثيره قوي. يعني هي بتتعمل جوه اوضه العمليات، بس هي بتتعمل جوه اوضه العمليات والعيان يخرج في نفس اليوم. بتتعمل في اوضه العمليات والعيان يخرج تاني يوم ويرجع لحياته، ويرجع لحياته في وقت مش كبير، في وقت قليل، ويقدر يمارس كل الرياضه اللي هو بيعملها، ولو كان لعيب كوره هيرجع يلعب كوره، ولو كان رياضي هيقدر يمارس رياضه، ولو كان بيشتغل في شغلانه هيقدر يرجعها لها ويعمل كل اللي هو عايزه. الالم هو حاجه بتنذرك لان في مشكله بتحصل، ولو الالم ده عجزك، وقفك عن ممارسه النشاط اللي انت المفروض ان انت تعمله، يبقى ده معناه ان انت وصلت للمرحله اللي المفروض ان انت تتدخل. دي جزئيه. طبعا في جزئيه بقى تانية دي مش مسموح فيها، لان هو يكون اوبشن نعمل ولا ما نعملش. لا، لو في حاجات من الاشارات المنذره ان في وظيفه اتاثرت، حركه بقى فيها اعاقه، بقى في عجز في وظيفه معينه، لا انت لازم تاخد خطوه صحيح. طيب دكتور، حضرتك قلت انه العمود الفقري متقسم لثلاث اجزاء. الكومن او المتعارف عليه اللي بيحصل بسبب القعده فتره طويله على المكتب، او حتى الحركه العنيفه، في اي جزء؟
طبعا هو الفقرات القطنية، علشان خاطر الفقرات القطنية هي الفقرات اللي شايلة وزن الجسم. دي بتكون فين يا فندم؟ الفقرات القطنية هي في الربع أو التلت الأخراني من الظهر. احنا بنبتدي فقرات العنقية، وبعدين الفقرات الصدرية أو الظهرية، دول اسمين لنفس الحتة، وبعدين الفقرات القطنية، وبعدين الفقرات العجزية. دول خمس فقرات كلهم لحمين في بعض وبقوا فقرة واحدة، واخرهم الفقره العصعصيه. الحاجه اللي فيما بينها فقرات متحركه وغضاريف هم الثلاثه الاولانيين. بيبقى فيها مشاكل كتير او دايما بيبقى فيها بالظبط. علشان كده يجي وراهم بقى في المشاكل الانزلاق الغضروفي الفقرات العنقيه. بتتحرك كتير وبتوطي علشان ماسكه موبايل او بتحصل برده. سؤال لحضرتك، اللي هي مشاكل الرقبه او العنق دي برده بتبقى متكرره كتير جدا، حلها بيبقى عامل ازاي ومدى التدخل او التعامل معاها؟ الحقيقة فقرات العنقية بالذات ليها طبيعة خاصة شوية. ممكن تبقى حاسس إنها مكان أكثر خطورة، وهو بالتأكيد أكثر خطورة، كل ما هنقرب من المخ كل ما هيبقى الموضوع أخطر شوية. وعلشان هو أكثر خطورة جراحيا فهو التطور الجراحي فيه برضو قوي، وقدرنا نعمل فيه حاجات كتير تكون أكثر أمانا وأكثر فاعلية. في حاجة مهمة في التدخل الجراحي في فقرات الرقبة، إن هو أنت مش مفروض تصبر عليه كتير، لان المشكله او التعويره في الرقبه يعني هيكون اثرها سيء، وهيكون اثرها على كل حاجه تحت الرقبه بقى. ايدين، رجلين، عضلات تنفس، عضلات البطن. دي مشكله كبيره. طيب دكتور، مؤخرا بقينا بنشوف فيديوز على مواقع التواصل الاجتماعي لاشخاص خلينا نقول انها مش عارفه ليها مصطلح علمي ولا لا، بس فكره الطقطقه بتاعه الظهر او شد الاطراف الجسم او حتى الظهر بطريقه مفاجئه وقويه. في ناس بتقول انها بتريح الظهر جدا، في ناس بتقول انها خطر جدا. انا بحييكي بشده على السؤال ده. بنشوفها كتير في حياتي. هي حاجه من الحاجات المهم ان احنا بس يعني نفكر فيها شويه كده. هي حاجه جديده ولا حاجه قديمه؟ هي حاجه قديمه قوي 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 قوي. هي حاجة قديمة قبل اختراع الطب وقبل اختراع الجراحة. احنا ما كانش عندنا مشرط، ما كانش عندنا مضاد حيوي، ما كناش عارفين تشريح الجسم في وقت من الأوقات اللي الإنسان كان بياكل فيه من على الشجرة على طول. وده كان وقت قديم قوي قوي. كان لما حد يحس بآلام زي كده كانوا يروحوا شادين ظهره، فيروح الغضروف مفرقع من مكانه وخارج من مكانه وتخف الألم. طب لو خرج من مكانه في مكان غلط هيروح رايح قاطع العصب زي السكينة بالظبط. مأساة، كارثة، كارثة. الفكرة بتاعة ان انا ادقدق وادوس واعوج واشد واعمل حاجة زي كده وانا مش عارف الاثر بتاع اللي انا هعمله ده ولا شايف الاثر عليه، هي اثر كارثي. والمشكلة الاكبر انه ملوش علاج بعد كده. يعني لو عمل المشكلة دي وقطع العصب هو الجراحة مش هتقول لي حتى لو عنده متخصص لا خلاص، هو مش هيبقى حاسس خلاص. الطب عرف يزرع كل حاجة، كل حاجة عرف يزرع، قلب وعينين وكبد وكلى وجلد وضوافر وشعر، وعرف يزرع كل حاجه، بس ما عرفش يزرع لا مخ ولا اعصاب. هو ما عرفش يعمل دكتور ولا حتى لو عنده متخصص، يعني في نسبه خطوره حتى لو قال انا بروح لعياده معينه او لدكتور معين او متخصص في الموضوع ده؟ دكتور، هو الفكره كلها حصلت قبل اختراع الطب، فهو اللي راح له انا اؤكد لك انه مش دكتور، ملوش علاقه بالطب. يعني خطر يا جماعه، واضح ان الموضوع فيه خطوره. طب في اقل من دقيقه يا فندم، لو تقول لنا كده نصيحه وروشته سريعه ازاي نحافظ على العمود الفقري بشكل يعني يخلي حياتنا افضل وما لا يعرضنا لاي مشاكل. اصحى من النوم، كل اكل فيه خضار وسوائل كتير، روح شغلك، اقعد 90 درجه ظهرك مع رجلك مع قدمك، حاول تمشي او تعوم، نام على الحاجه اللي تريحك. صعب قوي يا دكتور، ظهرك مع رجلك مع رقبتك دي اصلا احنا قعدتنا حسيت الدكتور بيشرح ان انا قعدتي كلها غلط. طيب دكتور، بالنسبه للسيدات فكره الكعب العالي، اني اصح الكعب العالي ولا الفلات او الحذاء اللي بيبقى يعني بواطي ما فيش فيه كعوب خالص او كعب القليل، يعني اني اصح؟ مع مقوله بيوتي از بين، بس مش مفروض ان حد من السيدات يعملوا حاجه تألمهم. لو هو بيوجعها، لو بيضايقها، يبقى غلط، يبقى وحش. لو مش متألمه؟ لا، ده من اللي هي عايزاه. هايل.
طبعا بنشكر حضرتك جزيل شكر دكتور طارق حمدي السري استاذ جراحات المخ والاعصاب. طبعا نورتنا في صباح الخير يا مصر. والحقيقه انه يعني حضرتك قلت نصايح مهمه جدا، يمكن احنا في عادات يوميه بنعملها من غير ما ناخد بالنا للاسف، لازم ناخد بالنا منها زي ما حضرتك قلت، لانه الفكره انه فعلا هي ملهاش يعني رجعه زي ما بنقول. يعني في مواقف للاسف، وزي ما حضرتك قلت الطب وتوصل لزراعه معظم الاعضاء تقريبا عدا العمود الفقري والاعصاب والمخ. مظبوط صحيح. اشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. كل ساعه يا جمانة 10 دقائق كده نتحرك ونمشي، احنا كمذيعين برضو بنقعد على الكرسي فتره طويله. نروح دلوقتي لزميلتنا هاله الحملاوي موجز لاهم واخر الاخبار، موجز التاسعه صباحا مع هاله. اتفضلي يا هاله. شكرا محمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف البلجيكي الداعم للتهدئة والرافض لاستمرار التصعيد الجاري في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو. تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية خاصة الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي جهود مصر لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة على نحو مستدام وعاجل. كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية وعلاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي في ضوء تولي بلجيكا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 3 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. وفي شرق خان يونس استشهد فلسطيني بعد إطلاق جيش الاحتلال النار عليه في منطقة عبسان الكبيرة. يأتي هذا في الوقت الذي شنت فيه قوات الاحتلال قصفا مدفعيا على مناطق جنوب شرق دير البلح. إلى هذا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي من لواء المظليين متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام في معارك جنوبي قطاع غزة. أصيب فلسطيني بشظايا رصاص وعشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، تزامنا مع اقتحام الجيش الإسرائيلي عدة بلدات وقرى في محافظة جنين بالضفة الغربية. ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن بريت ماكوارك كبير مستشاري بايدن للشرق الأوسط سيزور مصر وإسرائيل الأسبوع الحالي لبحث المفاوضات المتعلقة باتفاق تبادل المحتجزين، فضلا عن مسألة شن إسرائيل هجوما بريا على رفح الفلسطينية. وفي التطورات، طرحت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعم وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة خلال أقرب وقت ممكن. اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يؤكد على دعم المجلس لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن. وتنص مسودة مشروع القرار أيضا على أنه في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح الفلسطينية سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة. وجهت دول الاتحاد الأوروبي جميعا باستثناء المجر تحذيرا لإسرائيل من شن هجوم على مدينة رفح الفلسطينية. وأكدت دول الاتحاد أن أي عملية عسكرية محتملة تضاعف من الوضع الكارثي الذي يعيشه نحو 1.5 مليون لاجئ فلسطيني في المدينة الواقعة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة. جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وبعد انتهاء المحادثات دعا جميع الوزراء في بيان مشترك إلى هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن المحتجزين وتقديم المساعدة الإنسانية. استدعت البرازيل سفيرها لدى إسرائيل لإجراء محادثات، وذلك بعد أن وجه مسؤولون إسرائيليون توبيخا رسميا للسفير البرازيلي في تل أبيب ردا على تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا التي أدان فيها العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، حيث أكد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لا مثيل له في لحظات تاريخية أخرى.
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجموعة من ورش العمل حول انضمام مصر لاتفاقية بريكس بمشاركة أعضائها، وذلك في إطار الاهتمام بالملف الاقتصادي باعتباره من الأولويات. وناقشت الورش أثر انضمام مصر إلى مجموعة بريكس بالنسبة للأمن الغذائي، وأثر توسع بريكس على التداول بالعملات المختلفة وعلى سعر الصرف خاصة بمصر، كذلك أثر توسع بريكس على حوكمة النظام المالي العالمي وأزمة الدين العام. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. موسم رمضان جديد على الأبواب، وإعلانات دراما رمضان التشويقية نقلت لنا ملامح عن موسم واضح أنه هيكون موسم غني وممتع ومشوق جدا. الحقيقة أنه الموسم السنة دي هيكون مليان مفاجآت، عودة مجموعة من النجوم اللي بنعشقهم، توليفة كده جديدة يا محمد. صحيح جمانة، عودة مرة أخرى لنجوم غابوا عن شاشة رمضان السنين اللي فاتت. مسلسلات الشركة المتحدة السنة دي مقدمنا وجبة فنية غنية جدا فيها كل ألوان الدراما. هنرحب بضيفنا اللي منورنا في صباح الخير يا مصر، الناقد الفني علي الكشوطي، ونتكلم على أهم كده الملامح الخاصة بالخريطة الرمضانية 2024. صباح الخير وكل سنة وانت طيب. صباح الخير أستاذ علي. يعني أولا عودة مرة أخرى للنجوم بعد غياب يحيى الفخراني، يرجع مرة تانية بعد غياب أكتر من سنة بمسلسل عتبات البهجة مع المخرج الكبير مجدي أبو عميرة اللي عمل معاه يتربى في عزه، يعني من أجمل المسلسلات، ونص مهم جدا للكاتب الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد. عودة مرة أخرى للملك يحيى الفخراني. والله هو السنة دي يعني واضح كده الموسم هيبقى قوي جدا، لأن في الفخراني، في كريم عبد العزيز، في مجموعة كبيرة من النجوم بمختلف الأفكار يعني متجمعين كلهم على شاشات المتحدة. يمكن مسلسل عتبات البهجة واحد من أكتر المسلسلات المنتظرة طبعا لتاريخ يحيى الفخراني الطويل من النجاحات في مجال الدراما، بالإضافة لأن هو ديو نجح جدا هو مجدي أبو عمير المخرج الكبير، فبالتالي الناس منتظرة تتفرج على المسلسل. مسلسل كبسولة صغيرة، ما هوش 30 حلقة 15 حلقة، وده نهج انتهجته الشركة المتحدة في أنه هو يبقى فيه مجموعة كبيرة من الأعمال 15 حلقة، لأنه بيفتح مجال أكتر للنجوم أكتر يشاركوا والفريق عمل كبير يقدر يتابع يعني. طيب كمان في عودة تانية لسيمون. سيمون يعني في جيل الثمانينات والتسعينات مرتبط بيها، ويمكن مؤخرا هي غابت عن الساحة بس رجع تاني في صيد العقارب، وعايز أعرف منك عودة سيمون أنت متخيل هتكون شكلها عامل إزاي؟ والله سيمون يعني نجمة كبيرة، والحقيقة عندها مهارات كتير جدا أكتر من الغنى، يعني غنى وتمثيل. يمكن هي اكتشفت نفسها في التمثيل مؤخرا، غابت عننا شويه عن مجال المزيكا، ولكن اتمنى ان هي ترجع تفكر تعيد تاني تقديم اغانيها او تنتج اعمال جديده، لان هي يمكن مؤخرا كانت عامله كذا حفله وكانت مكسره الدنيا قد ايه، يعني لسه الجمهور مرتبط باغانيها وحفلاتها. عودتها للدراما طبعا سيمون يعني اثبتت جدارتها بشكل كبير كممثله، ومشاركتها السنه دي اعتقد هتكون مشاركه متميزه، لان واضح ان تركيبه الدور تركيبه مختلفه جديده عليها، وبنشوفها زوجه ثانيه لرياض الخولي في المسلسل، واضح ان هيبقى فيه تفاصيل كتير سواء اجتماعيه بقى او يعني انت عارف دايما الزوجه الثانيه بتبقى وراها قصص كبيره في الدراما المصريه، فاعتقد ان هو هيبقى من الادوار المنتظره لسيمون، وهي دايما بتتحدي نفسها في اعمال يعني ادوار تحس ان هي مختلفه تماما عن شخصيتها، بتتحدى فيها نفسها وتقدمها بشكل جيد. جميل. امبراطوريه ميم نشوى مصطفى وفكره العمل الجماعي، لانه يعني يحسب للشركه المتحده للخدمات الاعلاميه فكره اتاحه فرص لوجوه واصوات شبابيه جديده في الدراما المصريه. فكره العمل الجماعي وامبراطوريه ميم. أنا أولا مبسوط بفكرة المسلسل وأنه تقدم يعني ترجع القصة لأصلها من خلال المسلسل، ويبقى البطل هو مختار أو الفنان خالد النبوي، ومبسوط جدا لعودة نشوى، لأن نشوى مصطفى فنانة متميزة جدا، ويمكن مؤخرا هي ما كانتش يعني اعتمدت على تقديم برامج أكتر،
عندها قدرات كبيره مش بس في مجال الكوميديا، حتى في التراجيدي او تقديم الدراما العاديه بعيدا عن الكوميديا، عندها امكانيات كبيره. ورجوعها ده اكيد شيء كويس جدا لجمهورها وليها نفسها، يعني حتى كان ليها تصريحات بتتكلم على ان هي قالت للمخرج محمد سلامه ان هو اتعامل معايا لان انا لسه موهبه شابه وببدا حياتي رغم تاريخها الفني رغم تاريخها الطويل. وده يمكن الروح اللي بتفرق بين الممثل والتاني، ان الممثل بيتعامل مع نفسه على ان هو لسه عنده كتير وبيحاول يكتسب مهارات اكتر، او اللي هو يعني خلاص استكفى وبالتالي مش بيدور على تحديات جديده. هي بتطلع في دراما رمضان في مسلسل ان شاء الله امبراطوريه ميم شقيقه خالد النبوي، فنان كبير طبعا. ويمكن هي برضو اتكلمت عن فكره ان هي ده تقريبا العمل السادس اللي بيجمعها بخالد النبوي، ففي تاريخ كبير وكيمياء بينهم. فاعتقد برضو ان هو هيبقى يكون دور مختلف وشيء جميل ان احنا نشوف نشوه تانية على شاشه الدراما. يا استاذ علي، اعمال قائمه الاعمال ال 15 حلقه مؤخرا بقى في يعني قطاع كبير من الجمهور بالعكس هو بيحب ال 15 حلقه، اعمال 15 حلقه انها بتكون رتمها سريع ودي سمه العصر زي ما بنقول. خليني في البدايه اعرف من حضرتك قائمه الاعمال ال 15 حلقه. احنا في الشركه المتحده قدم حوالي 19 عمل، منهم 9 اعمال 30 حلقه و10 اعمال 15، منهم بابا جي ومنهم امبراطورية ميم وعتبات البهجة ومجموعة كبيرة يعني بدون سابق انذار. ويمكن زي ما كنت بتكلم في الأول ان الشركة المتحدة انتهجت النهج ده علشان تقدر يبقى في توزيع اكتر عدالة للممثلين اللي موجودين، ان هو يفتح مجالات اكبر للشغل للناس دي بحيث ان هم يبقوا يعني بدل ما تختصر 30 حلقه في كاست واحد بس يبقى الكاست متقسم على اثنين، وبالتالي العمليه الانتاجيه تصير بشكل اكثر سلاسه، يعني ويبقى في مجال اكبر لمشاركات كتير. من الجوانب كمان الايجابيه والجميله في رمضان السنه دي فكره العوده مره اخرى الى النصوص الادبيه، وهي مصدر مهم جدا لثراء الدراما طول تاريخها. شفنا ده في النص ابراهيم عبد المجيد عتبات البهجه، الروايه اللي تحولت الى مسلسل يحيى الفخراني عتبات البهجه. شفنا ده كمان في احسان عبد القدوس امبراطوريه ميم، وجودر الصياد لياسر جلال فكره استحاء النصوص الف ليله وليله. شايف ده عنصر مهم ازاي في اثراء الدراما وتقديم دراما مختلفه متميزه؟ شوف يعني هو ده من اهم العناصر الموجوده في دراما رمضان السنه دي، ويمكن احنا بنطالب ده من فتره طويله ان هو النصوص الادبيه ترجع مره ثانيه، لان هي بتبقى يعني عالم غني جدا بالاحداث. واحنا في مصر عندنا تراث كبير جدا من الروايات الادبيه او الاعمال الادبيه اللي تصلح ان هي تتحول لافلام او مسلسلات، وبنشوف قد ايه لو رجعنا كل الاعمال الماخوذه عن نصوص ادبيه هتلاقيها اكثر غنى على مستوى الاحداث، وبتخلي الجمهور يرتبط بيها بشكل كبير، لان في الغالب بيكون في جمهور للروايه نفسها، وبالتالي بيبقى عنصر جاذب ان هم يتفرجوا مره ثانيه على الاعمال. ويمكن خالد النبوي كان ليه برضو تجربه واحه الغروب، كانت برضو اعتقد ماخوذه عن نص ادبي، وهي مش عايزه اقول نجاحها مضمون بس نجاحها بنسبه كبيره مضمون. طيب استاذ علي، احنا عندنا منصه مصريه مهمه جدا هي منصه واتشت. فكرة أن يكون عليها أعمال من بقى مواسم رمضانية وغير رمضانية كتيرة جدا، وأعمال حتى أفلام ومسرحيات كتير جدا، لكن لو نتكلم عن موسم رمضان تحديدا وفكرة عرض المسلسلات في نفس التوقيت على منصة واتشت، أهمية ده إيه؟ وكمان فكرة وجود الأعمال ال 15 حلقة، لأي مدى الاتنين بيساعدوا بعض؟ يعني وجود منصة زي منصة واتشت وحتى الأعمال ال 15 حلقة. شوفي، انا منصه واتش من المعجبين بيها جدا وبوجه لهم كل التحيه، لان هم الحقيقه عندهم استراتيجي قويه جدا وعندهم جراه ان هم يعتمدوا على المواهب الشابه والشباب الممثلين، وكسبوا الرهان في اكتر من حاجه حقيقه، سواء في بلطو او في حاله خاصه او في اكتر من عمل اتقدم على المنصه. فانا بشكرهم جدا ان هم بيتيحوا الفرصه دي للشباب سواء كانوا ابطال او حتى كمخرجين ومؤلفين. فكره المنصه يعني بالنسبه للجمهور ده شيء رائع، وبالنسبه حتى للاعلاميين والصحفيين وكل الناس اللي هي ما عندهاش وقت ان هي تقعد تتابع الاعمال دي على الشاشه، بتقدر تستفيد من ان هي تشوف الاعمال دي بدون اعلانات طب.
على المنصه وفي نفس التوقيت اللي بتعرض فيها العمل على الشاشه وبالتالي في اي وقت يعني ممكن تسترجعها في اي وقت، مفيش وقت محدد او زمن عرض زي اللي بيحصل في شاشه التلفزيون. بالظبط، احنا كمان الحياه بقى وقعها اسرع وطول الوقت في مشتتات تقدر تخليك تضطر تقوم من قدام التلفزيون ما تتفرجش، فبالتالي ان هو بيوفر لك وجبه الدراما دي بشكل سهل، ده في حد ذاته يعني ميزه كبيره جدا، خصوصا ان هو رمضان بقى مشحون جدا في الوقت، سواء لست البيت او حتى لرجل البيت او حتى الشباب اللي عندهم تفاصيل كتير جدا في اليوم. جميل. طيب القضيه الفلسطينيه قضيه الشارع دلوقتي واللي كلنا بنهتم بيها وتفاصيلها مش غايبه عن دراما رمضان، حاضره وحاضره بقوه كمان في مسلسل مليحه. شفت اختيار الفكره واختيار المضمون وتقديم كمان القضيه بشكل انساني، ما هوش بشكل سياسي او تاريخي مباشر، لا يعني اختيار مليحه وتقديم القضيه الفلسطينيه ببعدها الانساني اكتر. اشوف هو مش غريب على الشركه المتحده صراحه ان هي يعني هي حطت على عاتقها فكره دراما الوعي، وبقالنا فتره بنتابع النوع ده من الدراما سواء في اختيارات مثلا زي الاختيار او كتيبه 101 او حرب على مدار دورات رمضانيه كتير فاتت، في دراما للوعي، دراما بتوعي الناس بالقضايا اللي موجوده في مصر والوطن العربي، بتفهم الناس ايه اللي كان بيحصل في الشارع المصري، المؤامرات اللي كانت بتدار، فكان من الذكاء جدا ان هم يقدروا يلقطوا الخيط بسرعه ويواكبوا الحدث اللي حاصل في غزه بان هم يقدموا مسلسل مليحه. ويمكن احنا كشعب بنتاثر اكتر بالدراما عن ما بنشوف مشاهد الحرب، يعني طبعا احنا مستكفيين جدا ومتالمين جدا بمشاهد الحرب اللي بنشوفها في نشرات الاخبار، ولكن التأثير الأكتر والأقوى بيبقى في الدراما في أنت تجيب الجانب الإنساني، الجانب تعيش القصة من أولها، اللي الكاميرا النشرة مش بتقدر تجيبه يعني اللي وراه حكاية وقصة يعني بالظبط، لأن طبعا قصص إنسانية يعني في الأغلب نشرات الأخبار أو المتابعة الجرايد بتبقى بتتعامل مع الناس دي على أن هي أرقام، ضحايا قد كده، شهداء قد كده، ولكن الحقيقة أن هو ورا كل رقم من دول في قصة وفي حدوتة وفي نجاحات وإخفاقات وفي حياة يعني. طب. صحيح. طيب أستاذ علي، الحقيقة أنه يعني في نجوم بالرغم من النجاح اللي بيحققوه في الموسم الرمضاني تحديدا، إلا أنه ده بيمثل لهم خلينا نقول تحدي أكبر أو مسؤولية أكبر، فبيبقى في الموسم اللي بعده بيبقى على قد ما هو خارج طبعا من نجاح كبير جدا ومحقق نجاح كبير جدا، إلا بيكون قدامه تحدي كبير جدا، الناس بتبقى مستنية منه تقدم وخطوة أكبر. شايف مين النجوم اللي قدامهم تحدي أكبر الموسم ده عن الموسم اللي فات؟ كانوا متواجدين ومتواجدين كمان الموسم ده. والله انا بشوف التحدي الاكبر او الرهان الاكبر في دراما رمضان السنه دي هو الحشاشين. يعني كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، يمكن هو المسلسل اتحضر له او كان المفروض يتصور السنه اللي فاتت ويتعرض ولكن تم تاجيله للسنه دي لان هو بميزانيه ضخمه جدا، بيتصور في حوالي 3 قارات، الديكورات مكلفه جدا، الاكسسوارات والازياء مكلفه جدا، أشياء كتير جدا في المسلسل ده بتمثل تحدي كبير السنة دي، يمكن القصة نفسها مختلفة وبعيدة عن أذهان الناس أو ما هيش قصة متداولة، هي يعني اكتشاف نقدر نقول عليها. أستاذ عبد الرحيم كمال عمل مجهود كبير جدا في السيناريو، يمكن من الصور اللي ظهرت والتريلر اللي ظهرت أو البروموهات المسلسلات واضح إن فيه مجهود كبير جدا على الشاشة احنا هنشوفه السنة دي، وخصوصا الدراما التاريخية محتاجة انتاج قوي جدا لانه دلوقتي في دراما تاريخية منافسة قوية جدا، انت محتاج تطلع صورة وجودة مميزة ومختلفة، وكمان على مستوى النص لازم يبقى نص مختلف لما تتكلم عن الدراما التاريخية، وده هيخليني أسأل حضرتك بعين الناقد إلى أي مدى إحنا جمهورنا بدأ يحب الدراما التاريخية دي، يعني دايما إحنا بنحب الكوميدي بنحب الاجتماعي أكتر، إلى أي مدى لا الدراما التاريخية حجزت ليها مكان عند المشاهد المصري؟ والله المشاهد المصري مرتبط جدا بالدراما الدينية والتاريخية من سنين طويلة، يمكن التلفزيون المصري كان من أكتر القنوات اللي كانت بتعرض أعمال روائع في رمضان، وأنا فاكر إن تقريبا كان بعد الساعة 12 في مسلسل ديني أو تاريخي بيبقى مهم جدا موجود بيتعرض
ففي ارتباط كبير جدا بين المشاهد المصري وبين الدراما التاريخيه والدراما الدينيه او حتى الدراما الفانتازيا، يعني الف ليله وليله اللي هو ياسر جلال هيبقى جودر. لينا تاريخ معاه مع ممثلين كتير مع قصص مختلفه، فجمهور مصري محب للتاريخ ومحب للاعمال الدينيه، ويمكن الاعمال المنافسه اللي حوالينا ما هياش بنفس قدر الوعي في تقديم القصة اللي بنشوفها في مثلا زي رسالة الإمام السنة اللي فاتت والسنة دي مثلا الحشاشين أو حتى ألف ليلة وليلة أو جودر بتفاصيل القصة الفانتازية. ففي ارتباط كبير، وأعتقد أن الجمهور لما داء شكل الدراما التاريخية في رسالة الإمام أو الدينية بالنسبة للمصريين حس أن هو لا، إحنا قادرين أن إحنا نقدم أعمال تنافس على مستوى عربي ومستوى عالمي. واعتقد ان اللي تابع مسلسل رساله الامام شاف قد ايه في تميز على مستوى الديكورات، على مستوى الازياء، على كل مستوى كل شيء، حتى الحدوته نفسها ما هوش مسلسل تاريخي او مسلسل ديني لمجرد ان احنا عايزين نقول ان احنا بنعمل مسلسل، لا، في رساله صحيح مهمه من وراء. طيب بشكل شخصي بقى، ترتيب الاعمال على قائمتك ايه؟ انا بميل اكتر لكريم عبد العزيز طبعا، الحشاشين، استاذ يحيى الفخراني، عتبه البهجه برضو من الاعمال المنتظره بالنسبه لي، غاده عبد الرازق في صيد العقارب. يعني غاده اعتقد ان هي السنه دي ما اقدرش اقول عوده، بس اقدر اقول تركيز اكتر، واضح ان هو العمل هيبقى مختلف، وغاده من الفنانات اللي هم المميزات جدا في مجال الدراما، هي ممثله ثقيله يعني نقدر نقول. طبعا كبير قوي من الاعمال برضو اللي احنا بنحرص على مشاهدتها بشكل كبير. بابا جه اكرم حسني هيكون برضو كوميدي من الكوميدي. نيلي كريم في مسلسل الفراوله. اعمال كتير صراحه الواحد هيبقى عنده صعوبه في يفاضل ما بينهم، بس يمكن منصه واتشت هي اللي بتسهل العمليه عشان الواحد يقدر يتابع بشكل اسرع واكبر. مين من الوجوه الجديده علي الكاشوطي ممكن يعني عينه تروح عليه، او شايف انه في رمضان ده ممكن يقدم لنا مفاجاه؟ والله عصام عمر صراحة من ضمن الناس، وأحمد داش. يعني أحمد داش دايما بيفاجئنا وبيكسب الرهان، يمكن عصام عمر ده تاني رهان ليه بعد بالطو، وأعتقد أنه هو يستحق الفرصة ويستحق أنه هو يبقى مسؤول عن المسلسل أو بطل المسلسل. وأعتقد إن شفنا الصور والبرومو واضح أنه هو في شيء مختلف، هو يستحق الصراحة، موهوب جدا جدا يعني. طيب جنديف، على صعيد الوجوه الجديدة، على صعيد بقى الأدوار الثانوية، شايف مين او بتراهن على مين او حاسس مين اللي هيعمل لنا مفاجاه؟ والله في الادوار الثانويه في احنا عندنا يعني نجوم الصف الثاني او حتى نجوم الصف الثالث، عندنا فيهم تميز كبير جدا على مستوى الاداء. ويمكن دايما بقول ان مصر بتفاجئنا بممثلين ممكن يكونوا بيقدموا ادوار صغيره وبسيطه، ولكن بتلاقيهم مع التكرار فجاه ممكن ياخدوا مساحه كبيره. يعني الاستاذ احمد فهيم بتاريخه الكبير ده مثلا شفناه في جعفر العمده، كان من اكثر العلامات المهمه في المسلسل، بنشوفه تاني السنه دي اعتقد في مساحه اكبر، وبعد كده ان شاء الله يبقى في مساحات اكبر واكبر. من نجوم الشاشه لنجوم الورق ونجوم الصوره، يعني برضو يحسب انه بنقدم يعني كتاب جداد، كتاب سيناريو، مخرجين كمان جداد، يعني عناصر العمليه الفنيه فيها روح شبابية كده مختلفة، وبنشوف أسماء جديدة، وده مهم جدا عشان صناعة الدراما في مصر، مش بس التركيز فقط على النجم اللي بيطلع قدام الكاميرا، لكن عندي كتاب نصوص وورق ومخرجين جداد كمان. شايف مين من الأسامي الجديدة اللي طلع؟ شوف والله هو دايما موسم دراما رمضان بيكون موسم اكتشاف لناس كتير جدا، ويمكن مثلا محمد عبد العزيز المخرج اللي هو قدم حاله خاصه بنشوفه برضه في دراما رمضان السنه دي. بالنسبه لي محمد من ضمن اهم الشخصيات، اللي هو مخرج جديد ما كناش نعرفه، قدم اعمال افلام قصيره اثبت قيمه كبيره، تولى مسؤوليه مسلسل كبير زي حاله خاصه، كسر الدنيا، وصل لكل العالم، قضيه مختلفة، فكرة ان انت تدمج اصحاب التوحد في المجتمع. صحيح. المسؤولية كانت كبيرة ولكن نجح فيها، فبالتالي سمعت مع الناس اعمال تانية. قيس بقى على ده هتلاقي فيه نماذج كتير جدا في التصوير وفي الاخراج وحتى على مستوى الكتابة. فمصر دايما بتفاجئنا بمواهب كتير، احنا بس محتاجين نديهم فرص اكتر. صحيح. وده اعتقد الفتره الجايه هيبقى في توسع هو ده حاصل يعني بالفعل.
حاليا يعني. طب احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر النقد الفني علي الكشوتي، نورتنا في صباح الخير يا مصر، كل سنه وحضرتك طيب. صباح الخير، شكرا جزيلا. صباح الخير عليك، نورتنا وشرفتنا استاذ علي. نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ونرجع مره ثانيه والفقره الاخيره من صباح الخير يا مصر. اهلا بحضراتكم. اللغات هي اساس وجود المجتمعات، او خلينا نقول كده اللغات هي الهويه اللي بتعرف هويه الشخص او هويه هذا المجتمع، هي اداه التفاهم والتواصل بين افراد المجتمع، هي اللي بتخلينا نتواصل ونعبر عن حضارتنا وعن ثقافتنا. عشان كده جت فكره الاحتفال باليوم الدولي للغه الام اللي العالم هيحتفل بيه بكرة بإذن الله. اللغة فعلا جمانة هي بيت الوجود، حضور الإنسان لا يتحقق إلا بوجود اللغة. اللغة العربية لغة الضاد إحنا هنا في مصر بنعتز بها كثيرا، يعني جمال وجلال اللغة العربية بدأ على هذه الأرض الطيبة في مصر من خلال الأدباء والمثقفين والمبدعين، ومن خلال أيضا قراء القرآن الكريم. عبر تاريخ الدولة المصرية هناك يعني اهتمام شديد باللغة العربية، مصر هي الحارسة الأولى للغة العربية. صحيح. حول الجهود الخاصة بالأزهر الشريف وأيضا الدولة المصرية في الحفاظ على اللغة العربية بينضم إلينا في الاستوديو الإذاعي القدير الأستاذ سعد المطعاني، مدير المكتب الإعلامي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اللي منورنا ومشرفنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير يا أستاذ جمانة. وأنا شاكر أفضلكم لهذه الدعوة الكريمة، خاصة ونحن نحتفل باللغة الأم، لغة الضاد، لغة القرآن الكريم. محتاجين مجلدات لما نتحدث عن دور مصر حقيقي تاريخيا وحتى هذه اللحظة في الحفاظ وصون اللغة العربية. لكن اسمح لي أبدأ مع حضرتك من خلال رابطة خريجي الأزهر الشريف، لأنه في خصوصية فريدة للأزهر في الحفاظ على اللغة كلغة مقدسة، يعني قداسة اللغة. كان دايما شيخ الأزهر يقول لنا أنه اللغة العربية هي لغة قداسة، هي لغة مقدسة. صحيح صحيح. الجهود اللي بيبذلها أو اللي بتبذل من خلال رابطة خريجي الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني تحية لهذا البرنامج الذي دائما يلتف حوله السادة المشاهدون، وهي دي مصر. مصر الثقافة، مصر التنوير، مصر الحضارة. ليس هذا الكلام نقوله تعصبا ولكنه حقيقة. وحينما نتحدث عن اللغة العربية فإننا نتحدث أيضا عن مصر، عن اللسان العربي القويم. مصر التي حفظت لغة الضاد من خلال أزهرها، من خلال علمائها، من خلال إعلامها ممثلا في الإذاعات والتلفزيون، من خلال إذاعة القرآن الكريم إلى جانب الشبكات الرئيسية صوت العرب البرنامج العام، لأن التحدث في هذه الشبكات لا بد أن يكون باللغة العربية. لكننا إذا تطرقنا إلى قضية هامة، وهي أن مصر هي دولة القراء والإقراء، زي ما حضرتك قلت يا أستاذ محمد، القرآن الكريم. القراء المصريون أصحاب الأصوات العذبة، هم الذين نقلوا للدنيا كلها القرآن الكريم عذبا غضا طريا بلغة سهلة جذابة. وبالتالي فإن مصر الأزهر هي حافظت على اللسان العربي المبين من خلال جامعتها العريقة. فجامعة الأزهر يعني، وأن كنت أتحدث يعني بصفتي مدير مكتب إعلامي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومعرفتي بالأزهر، توجد كليات اللغة العربية. صحيح. اللغة العربية، كلية اللغة العربية الأم في القاهرة، وفي الأقاليم كليات عديدة. وبالتالي ذهب الأزهر إلى أبعد من ذلك بإنشاء مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومقره جامعة الأزهر. يفد إليه كل عام أكثر من 2000 طالب، يحصل على 7 كورسات في مستويات اللغة، يخرج فاهما للغة نطقا، سماعا، كتابة. بل الطلاب يؤدون أدوات، يؤدون أدوار مسرحية باللغة العربية. وهناك إقبال على تعلم اللغة العربية، إقبال من كل جنسيات العالم. بل ذهبنا إلى أبعد من ذلك بإنشاء فروع لمركز تعليم اللغة العربية
خارج مصر، خاصة في أندونيسيا، خاصة في ماليزيا، دول شرق آسيا تهتم باللغة العربية، ومصر تدفع في هذا الاتجاه. ليه؟ لأن اللغة العربية هي الوعاء الحامل للثقافة الإسلامية، وطبعا الثقافة الإسلامية المعتدلة السمحة بنعتبرها هي صمام الأمن الفكري للعالم كله، لأن الأزهر يعلم الشرع بطريقة وسطية سهلة سمحة، وبالتالي يقضي على ما يسمى بالتطرف والغلو والتشدد. فدراسة اللغة العربية ودراسة العلوم الشرعية تؤدي إلى الفهم الوسطي الذي يؤمن العقل من أنه يذهب بعيدا أو يخرج عن النص. وبالتالي احتفالنا باليوم العالمي للغة أعتبره احتفالا عظيما، لأن اللغة العربية هي لغة الضاد، هي لغة القرآن. واللغة العربية مهما شابها من ضعف كما يرى البعض أو كما يوجه إليه البعض سهام النقد، إلا أنها موجودة وستكون موجودة لأنها لغة القرآن. ما دام القرآن يقرأ، ما دام القرآن يسمع، فلا بد أن تبقى هذه اللغة حية. هناك كثير من اللغات اندثرت، لكن اللغة العربية لم يعني يحدث لها ما حدث للغات أخرى، والسبب هو القرآن. القرآن القرآن ليه القرآن؟ لأننا تعلمنا على يد شيوخ علمونا كيف ننطق الحرف، ما هي صفات الحرف، ما هو مخرج الحرف، كيف يرتبط الحرف بالحرف الذي قبله الحرف الذي بعده، وعرفنا صفات الحروف. هي دي مصر اللي بتعلم الدنيا كلها اللغة العربية عن طريق أدوات كثيرة، من ضمنهم الإعلام اللي إحنا بنتحدث في إحدى قنواته العظيمة. طيب أستاذ سعد، يمكن في بعض العلماء تحدثوا عن أنه قوة مصر النعمة تكمن في لغتها العربية. عظيم. رأي حضرتك إيه؟ حضرتك يعني أشكرك على هذا السؤال أستاذ جرمانة. طلبت العالم الإسلامي من 138 دولة لما بيجوا مصر يدخلوا جامعة الأزهر، منهم عدد كبير يختار كلية العربية. جميل. ليه؟ لأن هذه البلدان ترسل أبنائها للتعلم في الأزهر من أجل تعليم اللغة العربية ولأجل تعليم الشرع الحنيف. وبالتالي يعد هذا سفيرا لمصر. صحيح. في بلاده. وأنا حينما أقول سفيرا لمصر في بلاده، يعني تشرفت بزيارة أكثر من دولة بصحبة فضيلة الإمام الأكبر، وجدت اللغة العربية يعني عظيمة في بلدان ليست أصلها اللغة العربية. فأعجب تمام العجب حينما أرى رئيس أكبر جامعة إسلامية في بروناي يقول تعلمت اللغة العربية من إذاعة القرآن الكريم القاهرة. ومن عجب أنه يعني قال حينما أسمع إلى السيدة أم كلثوم في إحدى قصائدها كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم أضحى حقيقة لا خيالا، فوجدت هذا الرجل العملاق يسرد القصيدة نطقا جميل وبحورا للشعر، بل أجادها يعني أفضل مني أنا. أستاذ سعد، أيضا ده التأثير المصري. أسماء كبيرة من السياسيين في دول العالم يتفخرون أنهم درسوا طبعاً يوما من الأيام داخل الأزهر. نعم. وده يعني أكبر شهادة على صحيح دور الدولة المصرية في الحفاظ وصون اللغة صحيح العربية. صحيح. هسألك سؤال مباشر أستاذ سعد، لأنه حقيقة إحنا شايفين حالة غربة ما بين قطاع من الشباب مع اللغة العربية. ولأسباب كثيرة يعني تحتاج إلى حلقات، لماذا يشعر بعض الشباب أو أجيال من الشباب بالغربة تجاه اللغة العربية في التحدث بها وفي التعامل معها. كيف نعيد إحياء اللغة بين الشباب؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى، السؤال اللي بيسأل دائما في كل مرة، تيسير اللغة. يعني تيسير هناك اللغة. أبواب كثيرة مثل أبواب النحو أو غيره. البعض يرى أن اللغة معقدة وصعبة وغيره. كيف نيسر هذه اللغة الجميلة العذبة لكي تجري على ألسنة الشباب؟ السؤال ده يعني سؤال مهم جدا، ويعني هجاوب عليه من خلال واقع عملي عايشناه. حينما التحقنا بالإذاعة ليس كل المذيعين من أبناء اللغة العربية، بل كليات إعلام وكليات مختلفة. الأستاذ فاروق شوشة والأستاذ صبري سلامة رحمة الله عليهم أعطونا روشتة فيها المضاد الحيوي ضد فيروس
ان انت تبعد عن اللغه العربيه. جميل. هذا في كتاب سهل بسيط كانت تصدره وزاره التربيه والتعليم ويعطى للطالب في السنه الاولى للدراسه الثانويه، القواعد الاساسيه للنحو والصرف. حينما يعني انكبينا على هذا الكتاب يا استاذ محمد وجدنا ان ادوات اللغه العربيه ملكنا الجانب الذي يختص به الاعلامي حتى لا يخطئ في اللغه العربيه. وجدنا الاستاذ فاروق شوشه حببنا في اللغه العربيه. جميل. وبالتالي انا النهارده بقول الطالب عشان يحب اللغه العربيه المدرس يحببه في اللغه، المدرس يحببه في اللغه. ما تبقاش حصه النحو هي البعبع للطالب. ليه؟ لان اللغه العربيه اسم، حرف، كلمه، فعل. لو بدانا بهذه الامور الصغيره، وهذه الاشياء تعلمناها في الكتاب، وهو الكتاب هو البدايه المهمه. والان الكتاب اصبح متيسر عن طريق الاونلاين، وكثير من الاساتذه والمعلمين والمعلمات يعلمون الاولاد. البدايه حينما كانوا يعلمون الالف عليه فتحه وتحت منه كسره وعليه ضمه وعليه سكون، كان يعلمونا فتحه اي كسره اي او ضمه او سكون. طب ايه لازم سكون عشان نفرق بين الحرف والحرف. انا كمذيع لما هقول كلمه مثلا ايه اضطرت الطائرات الى كذا، فنطلع الضاد والطاء ازاي؟ بسكن الضاد وادخل عليه الطاء، لان الحرفين دول احنا بنعتبرهم حروف نسميها الاستعلاء. ده كله ده تعلمناه بطريقة سهلة. يبقى الأستاذ إذا أراد أن يعلم الطالب بطريقة سهلة يعطي له أدوات الجذب لتعلم اللغة. الغربة التي يحياها البعض، يعني هي غربة لكن ليست غربة عميقة، لكنها هو بعد أنا ممكن أسميه نوع من أنواع يعني 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 الغفلة. وحضرتك طبعا اعلامي كبير، لدينا من زملائنا المذيعين في القران الكريم من يتحدثون اللغه العربيه في حياتهم العامه، لا ينطق كلمه عاميه مثل ما نتحدث الان، نخلط بين العاميه والفصحى. فزميلنا نساله كيف تتعامل مع اولادك في البيت؟ يعني الاجابه ان اولادي تعودوا على هذا الاداء وفهموا، بل انه يتحدث مع البسطاء، مع انصاف المتعلمين، وعرفوا ان اللغه العربيه لغه سهله وليست صعبه. ليه؟ احنا المطلوب مننا ليست يعني اعراب القران للزجاج وليس صحيح. لا، لكن هي اللغه الداريه السهله البسيطه، لان مستويات اللغه العربيه، اللغه العربيه القح احنا لا نتحدث بها، اللغه العربيه التي فيها اسفاف وفيها لا نتحدث، لكن نتحدث باللغه الوسطى وهي اللغه العربيه السهله المفهومه. طبعا احنا نشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر، نورتنا في صباح الخير يا مصر، كل سنه وحضرتك طيب. ده انا سعيد النهارده بهذا اللقاء، وارجو ان شاء الله ان يعني تتعدد لقاءات الاهتمام باللغه، خاصه مع متخصصين وخاصه مع من يحملون لواء حمايه اللغه العربيه في مصر. وحضرتك منهم، يعني دمت مدافعا وحارسا للغه العربيه ضيوف ومحببا لها لكل الاجيال الجديده. حقيقه اذاعه القران الكريم غرست فينا هذا الاداء، نتحدث اللغه العربيه الفصحى، علمونا هكذا ونعلمها الان للاجيال. ويعني انتم بسم الله ما شاء الله خير ومثال. اشكرك استاذ محمد، اشكرك استاذ جمال، اشكرك الساده المشاهدين. اشكرك شكرا جزيلا ضيفنا الكريم الاذاعي القدير الاستاذ سعد المطعاني، مدير المكتب الاعلامي للمنظمه العالمية لخريجي الأزهر. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير لحضرتك. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات. ان شاء الله صباح الخير يا مصر هيكون معاكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير والسعاده عليكم جميعا. صباح الخير يا مصر.